بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. مساء الانتصارات، مساء التفرد، مساء العظمة والشياكة، مساء الفخر بالنادي الأهلي، رمز كل ما هو جميل في الحياة. إبراهيم، مساء الفل يا باشمهندس، ومساء السعادة عليكم جميعا في هذه الحلقة التي تأتي ضمن أيام الاحتفاء بالأهلي والسعادة. بالفعل هي أيام الأهلي. الحقيقة يمكن بدين نشوف حضراتكم متأخر شوية للحلقة، أكتر من مرة بنأخركم، بس لسه بقول للباشمهندس عدلي البنات حاطين البرنامج في دماغهم. ما هو الكورة دلوقتي البنات. احنا خدنا شوية أيام، كام حلقة بنات الطايرة كانوا بيضطرونا نشوف حضراتكم في وقت متأخر شوية، لكن الحمد لله تأخيرنا ما جاش بخسارة. فرحنا مع بنات الكرة الطايرة بالفوز ببطولة أفريقيا، طلعوا لنا بنات السلة النهاردة. ففازوا الحمد لله بكأس مصر 69-58 على سبورتنج في النهائي. ألف مبروك لكل فريق الكرة الطايرة للأنسات في النادي بقيادة كابتن إيهاب الألفي على هذا الإنجاز. ومستعدين نتأخر، مفيش مشكلة. بالتأكيد. لو كل مرة هيأخرونا جابوا لنا بطولة بالظبط، مستعدين نطلع طول السنة متأخرين، بس نتأخر وما يكسبوش ناخد حقنا. لا هم حرين. الاحتفاظ بالكأس للمرة الثانية على التوالي. نهنئ الكابتن إيهاب الألفي وبطلات كرة السلة. انتصار بجدارة 69-58. صحيح، المباراة ما كانتش سهلة، لكن هكذا الأهلي كل يوم انتصار. وعظيم يا أهلي بمبادئك ومكاسبك من عظمتك. عشان كده حلقة النهاردة فيها المعاني الكتيرة جدا. هو أنا قلت مبادئك؟ والله ما قصدي أغيظ حد. الحساسية ولا إيه؟ ده مش ممكن. الهرش. طيب اللي بيحبونا يقعدوا كده ويجيبوا بقى الكاش والمش عارف ايه وبتاع ويسهروا معانا، واللي يعني هيزعلوا من كلمه مبادئ يجيبوا الهراشه ويقعدوا قدام التلفزيون عشان حساسيه. مش معقوله وصلت الى حاله. لا يمكن. كل الناس المبادئ. يا عم انت هو مالكش دعوه بينا، ما تخليك انت، خليك عايش في فيلم ان الاهلي بيكسب ازاي. طب انت اتكلم، انت بتخسر ازاي؟ أبداً يعني ما تشغلش قوي بالأهلي. والله صدقني ممكن ساعتها دي تبقى بداية الانطلاق. إنك أنت تنظر إلى الواقع شوية. لكن الأهلي أصله الأهلي وحش، الأهلي كخة، الأهلي مش عارف إيه، الأهلي بيقول ويقول لك مبادئ وتقاليد إيه. طيب إحنا يا سيدي وحشين. مش أنا قلت لك الأسبوع اللي فات دي أنا سميتها القوة المتواطئة مع الأهلي. أنت عارف هم اللي مزودين شعبيتنا. والله لا، هي القوة اللي فرغت نفسها تاريخياً للبحث عن ازاي يقدر يضايق الاهلي، ازاي يقدر يقلل من شان انتصار الاهلي. حتى لو كان حته رسام كاريكاتير فاكر نفسه دمه خفيف، واخد بالك، لكن لنا واقفه ان شاء الله. اذا هي حلقه فيها الكثير من المعاني والمفاهيم والدلالات اللي تخلي عنوانها الرئيسي يا شياكتك يا اهلي، يا شياكتك يا اهلي في مؤتمرك، في لحظاتك، في معانيك، في رسائلك، في مواقفك. أتمنى أن أنتم تستمتعوا معنا الليلة دي بكل هذه المضامين التي تسعد كل الأهلوية. بداية أخبارنا، مجلس إدارة النادي النهاردة برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر تكليف الأستاذ خالد الدرندالي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم اللي هيسافر للإمارات للقاء فريق الفجيرة. المباراة هتكون ودية في الإمارات يوم 27 من هذا الشهر بمناسبة احتفال نادي الفجيرة بمرور 50 سنة على تأسيسه. البعثة هتغادر القاهرة إن شاء الله يوم 25 مارس على متن طائرة خاصة على أن يؤدي الفريق المران يوم 26 قبل المباراة على طول اللي هتقام في اليوم التالي، ثم يعود الفريق في اليوم التالي للمباراة مباشرة. ودي مكانة الأهلي العربية اللي بتخلي كل الناس مهتمة جدا إنه في أي مناسبة يكون الأهلي طرف فيها، وإن شاء الله الجماهير المصرية في كل الإمارات السبع تزحف إلى الفجيرة لمساندة الأهلي وللاحتفال ببطل الدوري وتقديم رسالة جديدة للأشقاء في الإمارات إنه دايما وأبدا وجود الأهلي فرصة استثنائية وعيد كبير لكل الجاليات في أي مكان. أنا فور عودتنا من السعودية
بعد مباراة اعتزال اللاعب الكبير فؤاد الأنوار تلقيت مكالمة من الأستاذ عبد الله من نادي الفجيرة فتداعيات نجاح الأهلي وهذا الإقبال الأسطوري على مباراة اعتزال الكابتن فؤاد أنور فؤاد أنور هو نبه وشد انتباه الإخوة في الخليج. الله، احنا مش محتاجين أي فريق من أوروبا. فكان حرص نادي الفجيرة ويحتفل بخمسين سنة على إنشائه أن يكون الأهلي طرفا في هذه المباراة. وتم يعني التواصل، وبعدين المسألة كانت العقبة الوحيدة ازاي نلاقي وقت من خلال خطاب رسمي. نصحت يعني ان يكتب خطابات رسمية عشان تاخد مسارها الى اتحاد الكرة ويحددوا لنا وقت. العائد لهذه المباراة من ناحية المعنوية المادية جيد جدا على كل الاطراف، لكن ايضا هذه كانت احدى الاشارات الواضحة التي قدمها الكابتن محمود الخطيب في مؤتمره عن سبل تمويل الأهلي من ذاتياته واسمه ومكانته وعرقته وتاريخه والصورة الذهنية له. فمثل هذه المباريات وسوف تتوالى بتوضح الأهلي في حتة مختلفة خالص. عايزين تعرفوا الأهلي في حتة تانية خالص ازاي؟ مش بس على النطاق العربي. النهاردة زار النادي الأهلي مسؤول من الاتحاد الياباني لكرة القدم، مدير مكتب مدير الاتحاد الياباني، عامل جولة في بعض الدول اللي اختارها علشان يتعرف على سيستم إدارة الأندية في مختلف الدول. فاختار النادي الأهلي في مصر عشان يتعرف على النظام الإداري ماشي ازاي في النادي الأهلي، وازاي النادي قادر يوفق ما بين إدارة منظومة اجتماعية مع منظومة رياضية. فكرة وجود نادي اجتماعي مع نادي رياضي فكرة مش موجودة في معظم دول العالم، ربما كانت من خصائص الأندية المصرية، حتى في منطقة الخليج والمنطقة العربية مش موجودة أبدا بهذا الشكل. فالراجل كان في ضيافة النادي الأهلي النهاردة، اسمه تيونكي تامورا. اقراها عدل. شونكي تامورا. تقدر تقوله تاني؟ قوله ثلاث مرات ورا بعض. شونكي تامورا، كيتامورا شون. زار النادي الأهلي، استقبله الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي وعضو لجنة الكورة، والكابتن علاء عبد الصادق عضو لجنة الكورة. الراجل اتفرج على النادي، شاف دولاب البطولات، تعرف منهم على الآلية اللي شغال بيها النادي الأهلي على المستوى الإداري ما بين المنظومة الرياضية والاجتماعية، وأعجب بدرجة كبيرة جدا بإمكانيات النادي وقدراته وبطولاته وبتاريخ النادي الأهلي، وقال إن هو يعرف كتير قوي عن النادي الأهلي. صحيح قال إن أنا ما سبقش ليا ان انا التقيت بعثة الاهلي في اي من المرات اللي شارك فيها في بطولة العالم في اليابان، لكن بيقول اللي دفعني ان انا اجي مصر واسال عن النادي الاهلي الانطباعات اللي عرفتها من بعض الزملاء في الاتحاد الياباني اللي كانوا التقوا بعثة الاهلي وتعاملوا معاها خلال المرات اللي شارك فيها الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية. قال كمان انه الاهلي اسم كبير جدا، الدوري المصري ما بيتابعهوش ناس كتيرة بره، وقال دي لأسباب كتيرة جدا. الدوري فيه قوة وفيه منافسة، لكنه المتابعات الخارجية ليه مش موجودة نتيجة لعوامل كتيرة. قال نفس الأمر يحدث في مصر، حيث لا يحرص الكثيرون من المصريين على متابعة الدوري الياباني أيضا. عن معرفتي بلاعب الأهلي السابقين، قال أنه يعرف محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق من خلال مشاركته مع الأهلي في بطولة العالم، وقال أنه يعلم أنه اعتزل الكرة، وقال إن الدوري الياباني بيشهد احتراف العديد من اللاعبين المصريين، أو سوف يشهد احتراف عدد من اللاعبين المصريين في الدوري الياباني. معجب جدا بتجربة الأهلي، بقيمة الأهلي. اتفضل. ده السبب المعلن. السبب الخفي اللي ما قالوش. ويكمن في شاف دولاب البطولات بتاع النادي الأهلي. إنه كان جاي بتكليف سري رسمي يطمن على ست أبوه. لانه ادونا اتنين ست ابوه، الصغير والكبير، جاي عايز يعرف واحد شو ست ابوه وصلوا لحد فين دلوقتي. فواحد فيهم خد الاعداديه والتاني يعني داخل على الثانويه عامه السنه الجايه. ست ابوه ده كان عشان اللي مش واخد باله او اللي مش فاكر الواقعه، في تاني او ثالث مره، ثالث مره التلفزيون الياباني في الثقافه اليابانيه، ست ابوه ده التلميذ المجتهد الشاطر، الولد النشط، فده رمز للتفوق.
فكان نجاح الاهلي وان هو المره الثالثه النادي الوحيد وقتها اللي بيزور اليابان للمره الثالثه، ففي احتفاليه كانت اقامتها اعتقد جمعيه الصداقه المصريه اليابانيه، التلفزيون الياباني جه واهدى النادي الاهلي ده في في في, في السفاره المصريه اهدى البعثه مجسم ساتابوي، ده رمز لي الفريق الشاطر المجتهد المختلف عن اقرانه. بس شوف بقى تقديرهم للنادي الاهلي. انا خطر في بالي ساعتها هو عباره عن هذا النموذج ولكن كان واخد اللون الاخضر. فانا هزرت معاهم يومين، فانا رحت مكلمهم قلت لهم انتوا اديتونا يعني ساتابو اخضر، احنا عايزين الاحمر بتاعنا. انا قلتها دعابه، تاني يوم لقيته بالاحمر. عمل لك كده هاي خد. قلت له طيب انا ليه بقول لك الاحمر؟ لان قد نضطر نستغله في نواحي تجاريه، نعمل منه مجسم ونموذج وكرتون ويعلم الشباب طالما ان هو ولد شاطر وشقي، فنخليه هديتنا لاطفالنا في من خلال ستوريز او قصص تحك حوله. فكتبوا بروتوكول يصرح للنادي الاهلي استخدامه الحكومة في الاغراض التجاريه وحده، الاهلي وحده. وعايزين نعمل منه. بص الناس الجاده، ناس جاده بتهزر وهم لا ناس. لا انا في اللون ما كنتش بهزر، لكن الثانيه ده كان خاطر، انا ما كنتش متوقع ان يتلقفوه ويحلوه ساعتها. لكن الادهش من كده السنه اللي بعديها لما تاهلنا لرابع مره في اليابان، جاء وفد ياباني وانا ساعتها ما كنتش يعني ما كنتش رايح مع البعثه، فجاء وفد ياباني وطلبوا يقابلوني، فرحت المكتب مدير النادي خدوا مني حديث مش عارف ايه، بصفه ان انا زرت قبل كده ثلاث مرات. لك وات اباوت ساتابوي؟ لا ده انا اللي قلت لهم، بيقول لي مش هو في الاخر خالص مش عايز يقول كلمه للشعب الياباني. قلت لهم احنا نشكركم جدا على دعمكم لينا وعلى ابنكم اللي قاعد في حضننا، ولكن هو حاسس بالوحده، يا ريت يبعتوا له اخوه الكبير. ونسيت الموضوع ده. انت بتهزر؟ انا دي اللي بهزر، دي اللي بهزر. فوجئت اللعبه راجعه بمجسم اكبر منه. قال لك عشان ما يفضلش. لا قلت له اخوك كبير عشان ما اقعدش لوحده، فبعتوه. وانا الاوان ان احنا نستخدمه الحقيقه في اغراض تجاريه وسهله جدا. عندي له مشروع الساتابو ده. ان شاء الله. طيب الاهلي على الصدى العربي واستعداد الامارات لاستقباله، الاهلي على المستوى الياباني واحتفاء الاتحاد الياباني بقيمته واسمه، الاهلي على المستوى الافريقي السفير احمد بكر سفير مصر في الجابون بيكرم بعثه الاهلي برئاسه الاستاذ طارق انديل قبل مغادرتها ليفربول، بعد ما قدم الاهلي مباراه جيده جدا وفاز فيها على منانا الجابوني وتاهل الى دور المجموعات. السفير احمد بكر فاجأ الجميع هو والاستاذ طارق انديل رئيس البعثه في تنظيم احتفال خاص للكابتن حسام البدري بمناسبه عيد ميلاده ال 58. كل سنه وانت طيب يا كابتن، واعتقد حسام البدري يستحق من جمهور الاهلي ومن كل عشاق ومحب النادي الاهلي كلمه تهنئه وثناء وتقدير. نسمع الاحتفاليه ديت الاول. أيامك أفراح وأعياد يا أهلي، ولكن أعتقد أن الهدية القيمة جدا التي تلقاها الكابتن حسام من فريقه كانت الفوز وتأكيد الفوز خارج الملعب 3-1،
والفوز بنتيجة المباراتين فوزا ثقيلا 7-1. ولكن يا إبراهيم يا عزيز إبراهيم، يبدو أن كابتن حسام البدري بيخمنا وما بيحسبش الأجازات. 58 يا كابتن حسام، أنت ما بتحسبش الأجازات. 58 سنة، كل سنة وأنت طيب يا كابتن حسام، ومزيد من التوفيق كل سنة وأنت طيب والتألق دائما إن شاء الله. أستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي اللي ترأس بعثة الفريق للجابون أيضا، وجه الشكر للسفير أحمد بكر سفير مصر في ليبرفيل قبل مغادرة البعثة، والحقيقة أشاد كتير الأستاذ طارق قنديل بكل ما لقيته بعثة الأهلي من السفارة المصرية في الجابون من تسهيلات وحفاوة واهتمام كبير. و السفير المصري أحمد بكر قال أو طارق قنديل أن السفير كان متواجد طول فترة إقامة البعثة، وكان حريص دايما وأبدا على تلبية كل مطالب البعثة. من جانبه السفير أحمد بكر عبر في كلمة قصيرة خلال حفل العشاء اللي أقامه تكريما للبعثة قبل العودة للقاهرة، قال أنه الأهلي دايما وأبدا نموذج مشرف لمصر في الخارج، سعيد جدا بفوز الأهلي والتأكيد تأهله لدور المجموعات. قال أن ما لمسته وشاهدته أن المجموعة التي حضرت إلى الجابون ممثلة للنادي الأهلي هي مجموعة منتقاة سواء الجهاز الفني أو الإداري أو اللاعبين، وقال دايما وأبدا ما نسمع عنهم منذ فترة، لكن هذا السلوك اللي أنا شفته بيأكد لي أنه فعلا قيمة الأهلي ومكانة الأهلي مش جديدة أبدا، وهذه هي قيمة الأهلي. واختتم السفير أحمد بكر كلمته: نتمنى للأهلي وللرياضة المصرية بشكل عام الازدهار والتوفيق بإذن الله في المرحلة القادمة، وإنه منتخب مصر يتفوق في كأس العالم ويقدم صورة طيبة إن شاء الله. جيلبرتو النجم الأنجولي قابل بعثة الأهلي في مطار أثيوبيا خلال البعثة راجعة للقاهرة، وجيلبرتو جاي مصر جاي يحضر البعثة يوم جاي يحضر قرعة دوري أبطال أفريقيا يا باشمهندس في القاهرة في الاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء. لا هو يحضر مندوبا عن ناديه الأنجولي. جيلبرتو نموذج من النماذج الرائعة المحترمة جدا والتي يكررها الآن بنسخة نيجيرية أجاية أهو. أدي جيلبرتو مع الأستاذ طارق قنديل. حاجة محترمة جدا جدا، مخلص جدا ومحب للأهلي قوي. لا يعني ما شفناش منه إلا كل خير الحقيقة. هو إداري في فريق أول أغسطس الأنجولي اللي تأهل، وربما القرعة تجيبه إن شاء الله مع الأهلي. طب ما تتوقف عند المعنى ده شوي. لماذا جيلبرتو بعد اعتزاله يصبح في دولاب العمل الإداري ببترو أتلتيكو؟ ألم يلفت أول أغسطس أول نادي أول أغسطس. هو بيترو أتلتيكو ده نادي الأصلي، بس هو في أول أغسطس اللي بطل فيه. أول أغسطس أراد الاستفادة من خبراته مع النادي الأهلي. مؤكد إن ده اللي لفت نظره. 9 سنين من الاحتراف في مصر مع النادي الأهلي تؤهله تماما أن يدير الكرة. صحيح. الكابتن حسام البدري قال إن الفريق بيحتاج لتدعيم من أجل تحقيق أحلام وطموحات الجماهير بالفوز ببطولة أفريقيا إن شاء الله. قال خاصة التدعيم مطلوب لخط الدفاع، وقال إنه بعد إصابة رامي ربيعة ورحيل أحمد حجازي للاحتراف هناك حاجة لتدعيمات دفاعية في المرحلة اللي جاية، زي ما يكون بيبعت الرسالة للمهندس عدلي. وقال إنه فترة الانتقالات الصيفية يتمنى أن تشهد التعاقد مع مدافع متميز قبل استئناف مباريات دور المجموعات إن شاء الله. البدري قال كمان إن في مشاورات مستمرة مع لجنة الكورة لانتقاء افضل العناصر اللي ضمها لصفوف الفريق وفقا لاحتياجاته، وقال انه بيتابع بشكل جيد جدا اللعيبه اللي طلعوا للاعارات في الانديه المختلفه، ومن الوارد جدا انه اي حد يكون فيه احتياج ملح للفريق لعودته ممكن جدا يقطع فتره اعارته ويعود للاهلي. قال الكابتن حسام البدري انه اللاعب الوحيد اللي تم الاستقرار على عودته بدايه من الموسم المقبل حتى الان هو ناصر ماهر المعار لسموحة بعد ما قدم مستويات متميزة في الدوري السنة دي، وأشاد البدري كتير بإمكانات ناصر ماهر وبينتظر من أنه يكون إن شاء الله اسمح لي الأول إضافة قوية للفريق. قبل أن ننتقل إلى الفقرات القادمة معنا مكالمة مهمة من الكابتن عمرو جمال، نتعرف على ما انتهت إليه الأمور، لأن الحقيقة عمرو جمال طلع عيني على مدى 15 يوم اللي فاتوا. حسنتها النهاردة؟
ها؟ حسمتها النهارده؟ ما هو دلوقتي هيقول لنا اخبار وايه بقى، ارجو انها تكون اتحسمت باذن الله يا كابتن عمرو. كابتن تعالى كابتن، طبعا كابتن عدلي معلش طبعا على الفتره اللي فاتت، وطبعا تحياتي للاستاذ ابراهيم طبعا. اهلا بيك يا كابتن عمرو والف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. رست عليا يا عمرو بقى اخيرا؟ لا خلاص يا كابتن، زي ما انت عايز، اللي انت عايزه مشيته. طب قول لي بيني انا وانت، بيني انا وانت، قول لي استقريت على ايه كده؟ لا خلاص طبعا يا كابتن، احنا النهارده ماضينا خلاص نادي هلسنكي مش كده؟ اه هلسنكي في فنلندا، بطل فنلندا. هو طبعا الحمد لله خلاص النهارده حصل ان احنا فتحنا العقد مع التراضي مع النادي، مع النادي بيدفست جنوب افريقيا، وخلاص يعني ده فتره جديده ان شاء الله. انا هسافر بكره الصبح باذن الله عشان بكره في الاختبار الطبي هناك ان شاء الله. طبعا انا هروح لغايه لغايه اخر شهر 7، وهرجع النادي الاهلي طبعا من اول شهر 8 باذن الله، هيبقى موقفي موجود في النادي الاهلي. يعني كان لازم الدوخه امر في الاخر وافقوا. احنا انت طبعا انت كنت رافض ان انا اروح لغايه شهر 10، لان ده هيضيع عليه الموسم بالظبط شهرين، لكن في الاخر الناس يعني لبت طلب النادي الاهلي. وانا طبعا لازم النهارده برضه اشكرك طبعا يا كابتن، واشكر النادي الاهلي كبرستا، طبعا كابتن محمود خطيب، لان انا هرجع كمان متاخر، لان كانت عودتي المفروض تبقى في يونيو، لكن انا لا هرجع في اول 8، ففي شهرين زياده، والنادي الاهلي ما طلبش اي لا، لكن النادي الاهلي كان الاهم ليه ان انا موجود واروح والعب، ويبقى في احتكاك جديد، ويعتبر كمان احتكاك اوروبي قبل كاس العالم، وعشان طبعا حرصهم ان انا ابقى موجود في كاس العالم، دي حاجه لازم اشكر فيها كل الناس في النادي الاهلي، طبعا كابتن محمود الخطيب والبشمهندس عدلي وكابتن زيزو طبعا عبد الله الشافي طبعا وكابتن سيد طبعا كابتن حسام. فانا دي حاجه شاكرها للنادي، وطبعا انت عارف ان انا جددت للنادي او يعني ليا يومين جددت على النادي، جددت عقدي مع النادي كمان موسمين جايين طبعا، ويعني الحمد لله يعني النادي الاهلي عامل معايا حاجات الفتره اللي فاتت دي، فبصراحه يعني مش غريبه على النادي الاهلي يعني، وده تحدي جديد ليا، لان انا الفتره اللي فاتت تعرضت لحاجات ناس كتير مش فاهماها، لكن انت من الناس اللي فاهماها، لكن انا في تحدي جديد، ولازم الفتره الجايه ان انا اشد حيلي واتعب اكتر في الملعب، وادي مستوى، لازم ارجع للمستوى اللي انا كنت فيه من فتره، عشان طبعا المنتخب انت عارف ان هو هدف اكبر في كاس العالم، وربنا يكرم ان شاء الله يا كابتن، يعني قدامي فتره صعبه ولازم اكون قدها يعني. مش كارين، وكل الامنيات ليك يا كابتن، ونتمنى نشوفك هداف الفترة القادمة في فنلندا. ولكن الناس عايزة تعرف لماذا هلسنكي في فنلندا؟ لأنه اللي باب القيد فيها ما زال مفتوحا، هي بيسموها ايه المنطقة دي؟ يعني أنا كانت واحد، أنا في أواخر واحد بعد ما المشكلة، يعني كان عندي مشكلة مع النادي هناك في جنوب أفريقيا وبتاع، فأنا كلمت طبعا النادي، وكان الوقت اتزنق في شهر واحد، فما كانش قدامي غير سكندنافيا، يعني اللي هم دول شمال اوروبا، اللي هم النرويج، روسيا، السويد، فنلندا. فهو النادي هناك هو يعني كان فيه اهتمام من عنده، وما كانش قدامي اوبشن الا 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 المنطقه دي، لان الوقت كمان، وهم بالذات فنلندا بالذات الوقت معاهم لغايه اول 4، لسه معاهم اسبوع كمان في القيد يعني. فالحمد لله يعني كانت الناس جت في وقت مناسب، والنادي الاهلي كمان هتستحمل البرد الجامد اللي هناك يا عمرو. انا شايفك يعني لابس لي تي شيرت وعمال تتمخطر والله يعني يا كابتن. انا في جاكيت كنت شايفه معاك اخر مره عجبني، فده ممكن يخلينا نستحمل، فانت بقى دي حاجه ترجع لك. عمرو، تجربتك مع بيدفست كانت غريبه، يمكن من مش كتير اللاعيبه المصريين اللي بتحترف في جنوب افريقيا. واجهت صعوبات، بس مؤكد ان انت استفدت من التجربه. لا انا استفدت طبعا يا كابتن، انا كان الموضوع غريب بالنسبه لناس كتير، لكن انا لما رحت يعني لقيت ان هناك الدوري كويس والملاعب كويسه، بس ده مش كل، والدوري كويس نفس الدوري قوي، بس طلع ده مش كل حاجه يعني. يمكن بس التفكير صعب شويه، لان انا برضو جاي من النادي الاهلي، فاهم؟ انا متعود ان انا اكسب كل ماتش، وانا متعود، مش متعود على خساره كتير، وكمان الحته دي كانت برضو مأثره معايا في حته المنتخب كمان. وانا كان غرضي الاولاني والاول والاخير لما طلعت من النادي الاهلي، ان انا كنت عايز العب فتره كبيره على بعض في، وهنا كانت الاختلاف مع الناس يعني هناك، الناس شافوا ان انا كنت بزعل بعد الماتشات، وده مش مناسب، واتكلمنا يعني
وانا قلت لهم ان الكلام ده هيأذيني في عودتي للنادي الاهلي او في المنتخب يعني. فهم تقبلوا ده، وبعد كده يمكن المدرب بس كان ما خدهاش بصدر، راحت شويه وبعدني في حته الماتشات. اتكلمت معاه قلت له انا ممكن كان انا بتكلم معاك انا بعد كده يعني، لو في حاجات في اوروبا او حاجه جات لي انا 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 بس انا بشوف الامكانيه ايه. لكن هو ما خدهاش بصدر رحم معايا زي ما النادي الاهلي خدها بصدر رحم يعني. انا قلت له انا احسن، انا بلعب في احسن نادي في افريقيا، ولما جيت صرحت لهم وكانوا عارفين ان انا كانت رغبتي ان انا اطلع واجرب الاعاره والعب سنه كامله عشان كاس العالم وكده. النادي الاهلي كنت بلعب بالفعل يعني، النادي الاهلي كان عارف رغبتي عامله ازاي، لكن النادي الاهلي عشان التفكير كان فيه احترافي، كان هم لعبت نهائي الكاس، لعبت ربع النهائي، لعبت دوري المجموعات، لعبت كل الماتشات، لعبت اخر ماتشات في الدوري. فهنا كان الاختلاف مع الراجل، كان وجهه نظر ان انا لما شاف ان انا عرضت عليه الفكره، شاف ان انا تفكيري مش هيبقى مع الفرقه وانا تفكيري فردي. فهو ده كانت وجهه نظره يعني. في الاول وفي الاخير يعني الناس كانت تجربه مفيده ليا، وانا يعني الناس هناك يعني برضو في الاخر يعني لما عملنا كل حاجه خلصت بالتراضي وما كانش في مشكله. وبرضو النادي الاهلي برضو يعني عمل دور كبير ان برضو ان هو جدد لي عقدي، وان انا كمان ما ابداش اي مشاكل ان انا اكمل ومن غير يعني ما ياخدش اي مقابل مادي في الشهرين الزياده. فدي كانت حاجه كبيره تحسب للنادي الاهلي ودايما بتحسب له يعني. حصلت معايا قبل كده لما اتصبت، وانا ابني من ابناء النادي، انت عارف انا جددت معاك على بياض، ولا اتكلمت معايا في حاجه ولا اتكلمت معاك في حاجه، انا يا دوب اديتني العقود ومضيت ومشيت روحت البيت على طول يعني. فدي حاجه، ما هو اللي بيقدم السبت بنقدم له الحد برضه يا عم. بالظبط يا كابتن يعني، انت عارف يعني. لا وانا ما شفتش السبت منك من النهارده، لا انا ليا بالظبط 7 سنين بالظبط، لا داخل على 11 سنه في النادي الاهلي. فانا ما انا عارف ايه خلاص يعني، اتربيت في استراحه النادي الاهلي، في شباب النادي الاهلي، فعرفت كل حاجه يعني. ان انا انت قدمت لي السبت قبل كده لما كنت مصاب وانا في عز ضعفي يعني. فالنهارده برضه وانا برضه بيحصل مواقف، وهي موقف النادي الاهلي معايا ثابت. فانا ما لا انا بس كمان يعني الفتره الجايه هتبقى عامل ان انا اقف على رجلي اكتر واروح كاس العالم، ويبقى الاول والاخير برضه مهما كان احتراف اوروبا ايه، هيبقى العوده النادي الاهلي برضه هتبقى هي الهدف الاولاني والاساسي ليا ان شاء الله. كنت على اتصال بمستر كوبر والجهاز الفني للمنتخب في الفتره اللي فاتت يا عم؟ هم كانوا بصراحه متابعين الموقف وما كانوش مبسوطين طبعا، لان احنا في فتره حرجه وفي فتره حاسمه جدا. فهم كانوا كمان يعني كانوا قالوا لي وجهه نظرهم ان انا الاحسن، بدل ما الموضوع وصل كده ان انا يعني المكان. ولما عرفوا ان انا جات لي حاجه كويسه شجعوني طبعا، وقالوا لي لازم تروح وتلعب وتحط رجلك في الملعب، لان في الاول وفي الاخر لازم لما نيجي نختار احسن 3 فراوده يبقوا موجودين معانا في اخر فتره، لازم تبقى موجود، لازم تبقى من احسن 3 فراوده اللي احنا نختارهم يعني. لان دي منافسه، وده كلام انا بحترمه في مستر كوبر جدا. فانا ما عنديش اي مشكله، بالتوفيق لهم في الماتشين الجايين. وانا كمان انت عارف ان انا ليا اسبوع في يعني اكتر من اسبوع هنا في مصر يعني، بعيد عن التمرين شويه. ففعلا يعني الراجل كمان لو كان خدني في الفتره دي وانا بعيد عن التمرين حتى وانا مش مستقر مكان، انا اظن ان هو كان القرار الامثل ليه والقرار الصحيح. صحيح. وان شاء الله باذن الله المعسكر الجاي ابقى واقف على رجلي وبلعب وعمال. بص يا عمرو باذن الله. بص يا عمرو اتفضل يا جدع، انا مش هنصحك قوي، لكن اذكرك بشيء ينطوي في النصيحه جواه. اتفضل. انت تحت السن، كان فاضل لك اخر سنه، كنت قلقان انك ما تصعدتش يا كابتن عدلي، ما تطلعني اعاره عشان ابقى هداف الدوري. على الطياره كنا راجعين. حصل. عشان ما كانش لسه اتصاع. هو جالي مكتبي. وقال لي انا عايز اطلع اعاره عشان ابقى هداف. كان عايز يروح الانتاج الحربي. عشان ابقى هداف الدوري وارجع سنه جاي على فرسين في النادي الاهلي. حصل. حاولت ان انا اطلعه، بس لقيت انه مش هيطلع بالشكل اللي يحقق له طموحاته. فقلت له اسمع يا ابني، انت بتتلامض وفتح لي، ما كنتش اعرف لسه يعني الشباب لسه صغير. لا الاراده اللي جواه شكلها ايه؟ قلت له انت واثق انك هتبقى هداف الدوري؟ قلت له ما تبقى هداف الدوري في ال 20 سنه قبل اخر السنه هتتصعد، وقد كان. صح حصل. وتصعد وما نزلش من يوم ما اتصعد. عايز انا ليه بذكرك بدي؟ لان هو نفس الموقف، بس النهارده المستوى من الناشئين الى الفريق الاول النادي الاهلي بقى الفريق هلسنكي الى منتخب مصر. صحيح. وترجع النادي الاهلي عشان انا بعد الفتره دي فعلا باذن الله كل التوفيق.
لكن كل البنود الثانيه الحمد لله ما فيهاش مشاكل، التامين مش عارف ايه، المبالغ متفق عليها. كل اللي انت قلته صح، ماشي ماشي. احنا كله في الاول وفي الاخر برضه الاهلي وقف كابتن. لا 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 لا، كابتن زيزو كان معانا الحقيقه كلمه بكلمه الحقيقه، الله وكتف بكتف، والتناغم اللي في النادي الاهلي ده كان شيء جميل جدا. ما فيش مشاكل. انا من اول يوم كلمت كابتن زيزو كان زعلان جدا، كان يقول لي انا ازعل لو الموقف كوره وانت مش في مستواك، لكن انت يا ابني ماشي كويس، وانتوا كلكم يعني قال لي انت ماشي كويس ايه اللي حصل، ففهمته قال لي ده يعني دي حاجه خارجه عن اراده الكوره، وساعات بتحصل في الكوره، احنا هنحاول نساعدك وانت حاول تساعدك نفسك ان انت تبقى واقف على رجلك، وده اللي انا هعمله الفتره الكوره في ملعبك يا عم عمرو. صحيح، دي حقيقه. يبقى صعيد في فنلندا يا عمرو بقى. يلا ماشي يا كابتن، ماشي يا كابتن. بلديا بالتوفيق ان شاء الله للكابتن عمرو جمال. هو بس انا عايز يواصل خطواته، عايز اضيف شويه حاجات. خطوه جنوب افريقيا كانت غريبه، لكن واضح ان الظروف ما ساعدتهوش كتير. نتمنى باذن الله ان هو في الدوري الفنلندي تكون الفرصه افضل، ويرجع لمنتخب مصر في شهر 8، او يرجع للنادي الاهلي في شهر 8، ويكون في خلال الفتره الجايه موجود ان شاء الله في المنتخب. كان في بعض الخلافات، وانا كلمت الوكيل بتاعه قلت له لا، انت لازم تكون مانجر مش وكيل، انت تدير موهبه دلوقتي، فلازم تعمل كل حاجه صح، لانك ما تبعتش لعيب زي ده رخيص، ما كل حاجه حاضر حاضر حاضر. قلت له انت متخيل هم واخدينه اعاره بنيه البيع. لكن هم كان الخلاف، احنا عايزين مبلغ اعاره يستكمل الى بيع نهائي في حاله رغبتهم. هم قالوا لا، احنا اصلنا، وعندهم وجهه نظر، لان هو هياخده في شهر 4، المنتخب هيرجع، لو هو هيخش المنتخب هيرجع ياخده بعد شهر ولا شهر ونص، مش هيستفيد، هيرجع يبقى يقعد شهرين ثلاثة معاه، اسبوعين. فقال لا، خليها يعني المبلغ شراء إعارة نظير تحمل كل أعباءه المالية بالشكل اللائق، وإنه يضمن إنه يلعب، وفي نفس الوقت لو خلاص حقق النجاحات بتاعته يبقى هنشتريه بمبلغ محدد. خلصنا دي بمجهود كبير. كابتن الخطيب الحقيقة كان له توجيه في هذا الأمر، اهم حاجه عندنا انه يطلع ويلعب. جينا في النقط بقى الاجرائيه. طب انت عايز ترجعه لي كام؟ شهر 10. يا عم شهر 10 لو انت غيرت رايك وما اشتريتوش هيرجع يروح فين ده؟ ما هيرجع يقعد، ما فيش فتره قيد، انت كده بتاذيه في مستقبله. الوكيل بتاعه يقول عشان خاطر عمرو، عمرو نفسه ابتدى يضعف وابتدى يقلق. يا عمرو خد مني، الناس دي عشان تعزز نفسك لازم تصر انك ترجع في فتره القيد بتاعه الدوري المصري، عشان لو ما خدوكش يبقى لك فرصه تقيد هنا، وهم عايزين يشتروك يبقى اشتروك من عندنا. كانت عقبه. العقبه الثالثه انه تامين عليه. انتوا حاطين رقم عايزين نامن عليه بالرقم ده، لا ده كتير، ده شويه مش عارف ايه. قال لهم نقتسم قيمه التامين وحلها. النهارده بلغني انه موافق. فالاهلي تنازل عن حاجات كتير عشان يتيح له فرصه اللعب، وهو برضه اصراره قدر يطلع ببرستيجه بقى. انا رايح لهدف، رايح عشان اطلع المنتخب. وانتوا لو غيرتوا رايكم ارجع على ناديه، ما اقعدش بقى مش عارف اعمل ايه. بالظبط. والحمد لله انا استقرت على كده. عمرو جمال لعيب كله امكانات، ولولا الاصابه اللعينه لكان افضل مهاجم في مصر بلا منافس. صحيح. ربنا يوفقه ان شاء الله. دلوقتي احنا عايزين استاذنك في، عايزين ننط على شويه حاجات. طيب هنخطي، لكن عايز اقول لك ان احمد فتحي نجم الاهلي الدولي قال انه سعيد بوجوده في الاهلي، وسعيد بتجديد عقده موسمين مع الفريق، وانه بيتمنى اسعاد الجماهير وتحقيق بطولات جديده مع الفريق. احمد فتحي تحدث عن مباراه منانا اللي تالق فيها مع زمايله في الجابون، وقال انه مباراه العوده كانت صعبه لعدد من الاسباب، منها درجه الحراره، ارتفاع نسبه الرطوبه، لكن قال ان الاهلي بتركيزه واصرار لاعبته والتنظيم اللي في الملعب مكن اللعيبه من تحقيق هذا الفوز المهم. طيب في كلام انا مش عايزك تقراه. بمناسبه احمد فتحي، احمد فتحي جدد قبل الازمه ما تحصل، وقبل ما عاصفه عبد الله السعيد تهب زي ما انتم شفتوها وتابعتوها، وانهى عبد الله السعيد الحياه بكل الهدوء والرغبة والإحساس ربما بالندم عن اللي حصل في الفترة اللي فاتت، وجدد عقده مع النادي الأهلي، مدد العقد قصدي مع النادي الأهلي، وتم توثيق هذا التمديد في اتحاد الكورة.
والنادي الاهلي بعديها بقرار تربوي من لجنه الكوره برئاسه الكابتن محمود الخطيب وباصرار شديد منه اتخذ قرار ربما هو ده القرار من نوعيه قرارات الاهلي التاريخيه بعرض عبد الله السعيد للبيع او الاعاره لاي نادي يناسبه ويرغب فيه. فاعلن بعدها نادي الزمالك عن تفاصيل كامله عن جلسته مع عبد الله السعيد، عن الاموال التي دفعها للاعب النادي الاهلي وهو على ذمه النادي الاهلي، وصارت ثائره الكثيرين بقى. ناس كتيره اللي كانت بتتكلم قبل كده على الاحتراف والضوابط والانضباط و و و شفنا تفسيرات تانية خالص. في اكتر من جزئيه في هذه المساله لابد ان احنا نتوقف عندها، لكن على النحو اللائحي والتشريعي من المهم الاشاره الى الماده 18 في لائحه الفيفا. انا بس كان نفسي ااجل دي اناقشها مع الموضوع المهم التاني اللي كنت بتاع المقاله التي كتبها المسؤول الغير مسؤول. هقول لك انا لائحه الاتحاد الدولي زي ما هتشوفوها قدامكم حضراتكم في الماده ال 18 منها في البند رقم 3 بشأن تنظيم علاقة اللاعب المحترف اللي بينتهي عقده ويستأذن ناديه أو يخطر ناديه أو لا يخطر. نفس النص اللي موجود في لائحة الاتحاد المصري المادة 18: النادي الذي يرغب في التعاقد مع لاعب محترف يجب أن يخطر ناديه السابق كتابة قبل بدء أي مفاوضات معه، ويسمح للاعب المحترف التعاقد مع نادي آخر خلال الستة أشهر الأخيرة من عقده. دي المادة 18. بصوا النص الصريح، يخطر ناديه الأصلي كتابة. المادة 19: في حالة اتفاق ناديين على انتقال لاعب من ناد إلى آخر أثناء سريان عقد اللاعب، يقوم النادي الجديد بتوقيع عقد مع اللاعب بعد الحصول على موافقة كتابية من النادي السابق بانتقال اللاعب لصالح النادي الجديد. المادتين في منتهى الوضوح، المادتين من لائحة الاتحاد المصري، المادتين معبرتين أو ناسختين المادة اللي موجودة في الاتحاد الدولي. دي ترجمة من هنا لهنا بالضبط بين اللائحة الدولية واللائحة المحلية، النص الصريح كتابة أو صراحة على الحصول على موافقة كتابية. وصدقوني لو ما كانش فيها نص فيها منطق وفيها عقل وفيها أخلاق، فيها منطق وفيها عقل وفيها أخلاق، أنت بتتعاقد مع لاعب الموسم شغال، يعني الاهلي لسه بيلعب والزمالك لسه بيلعب، الاهلي هيلعب الزمالك، غير معقول بالمره تصور انه الاهلي بيعتمد على لاعب عنده واللاعب واخد اموال من النادي المنافس وهيلعب ضده وموجود معاه بين صفوفه وما يعرفش مش اموال ده، انت بتتكلم اصلا حصلت قبل كده وعدت. يعني لما نادي يتعاقد مع ثلاث لعيبه من نادي معاه في نفس المجموعة في مباراة مصيرية ما زالت باقية، اللي يفوز هيخش في التصفيات والخاسر هيطلع بره التصفيات، وبعدين يلعبوا ضده ويعدي الأمر. لازم يتفاقم، ما هو أنت ما بتحاسبش. إحنا هنا والله العظيم ثلاثة كل اللي نهدف إليه أن تبقى الأمور واضحة من اتحاد الكورة في المسائل الاحترافية والتي لا ينبغي ان تثير كل هذا الجدل، واللي ما فيش اراده لوضع حد لها. يا جماعه كل سنه نفس الكلام، وكل شيء بقى ايه؟ معلق ايه؟ اللاعب يعاقب، لكن لما يجي النادي ينظروا الى اطراف المشكله، هل النادي يعاقب ولا ما يعاقبش؟ طيب، انت بتقول اتحاد الكوره. انا احلف لكم باي حاجه انه مسؤولين في اتحاد الكوره بيهددوا النادي الاهلي ان هم هيردوا له ما حدث في عبد الله السعيد. تاني، مسؤولين في اتحاد الكرة عندهم احساس انه عرض الاهلي عبد الله السعيد للبيع دي اساءة ليهم، ومعرفش ليه بس اتقالت كده بمنتهى الوضوح والصراحة، ومن ثم بيبحثوا عن اثارة المشكلة وطلبوا من اطراف مساعدة. تاني، طلبوا من اطراف مساعدة تدفع عبد الله السعيد انه يقدم شكوى عشان يلغي او يبطل توقيعه للنادي الاهلي، وبالتالي تتعرض ككيس جديد بقى
وليهم الحق كاتحاد اقرار اللي هم شايفينه. وقتها قالوا هنرد للاهلي اللي حصل، عشان الناس اللي بتتابع والجمهور اللي بيشوف يبقى عارف الدنيا بتدار ازاي. لما سمعنا الكلام ده وسمعته من مصادر مش قريبه وثيقه، اتحاد الكره يتاهب للرد على الاهلي في موضوع عبد الله سعيد، وانا مش عارف المهندس هاني ابو ريده المفترض كان حريص على انجاح الامور كلها بالنسبه للحفاظ على الملعب الدولي. هو استاذ ابراهيم بس اتحاد الكوره لم يستغرق اكثر من ربع ساعه عشان يقيد اللاعب، لانه بيطبق اللوائح، ما كانش يقدر يقول لا. بالظبط. انا عندي لعيب ما ساعدتنيش في حاجه، بس عشان استرسل. انا عندي لعيب عقده ممتد معايا، بقدم لك عقود جديده، ها امتداد للعقد، بقول لك سجله، بترجع للسيستم بتاعك، هل في ما يحول دون قيد اللاعب؟ لا مفيش، يبقى يتأيد. حاجه اوتوماتيك، ليس صاحب فضل في شيء. هو صاحب فضل انه طبق اللائحه، اذا كان يعني القيام بالواجب فضل فهو صاحب فضل. خلاص؟ نغمت بقى يبتدي في كل ازمه شويه مخرجين يتطوعوا من جوه كده، يعملوا لنا شويه سيناريوهات. طب الموضوع ده نحله ازاي؟ تحوله ازمه، نحطه مشكله قدام مشكله، زي المشكله بتاعت زمان اللي كانت، تاني اؤكد، بين نادي ستراسبورج ونادي الاسماعيلي، ما كانش الاهلي طرف فيها، الاهلي اشترى لعيب من نادي ستراسبورج حسني عبد رب، واتحكم لستراسبورج في الاتحاد الدولي، واتحكم لستراسبورج في النقد امام اللجنه المحكمه الدوليه، واتقال كده حكم بات نهائي في احقيه ستراسبورج في اللاعب. وستراسبورج كلم النادي الاهلي قال له ابعت بقيه الفلوس عشان نفعل العقد، بعتنا بقيه الفلوس. قال له الشهاده الدوليه هتجي لك فورا، مع ان الشهاده الدوليه كانت في مصر. اتحاد الكوره ما رضاش يعتمدها، لانه اخر موقف الاتحاد المصري ما كانش يرجع الشهاده الدوليه لستراسبورج، لان في شكوى من الاسماعيلي. فالشهاده الدوليه كانت هنا، كان يقدر، وكل الملف بالكامل كان في اروقه وفي حوزه الاتحاد المصري، بحيث وكانوا يقولوا لنا كده لو اتحكم فيه حكم نهائي لصالح ستراسبورج الكارني يطلع بعد نص ساعه. ولم يحدث. راحوا صعدوا وكتبوا الولد طب حل مع ستراسبورج، وبقت قضيه. لو دخل الاهلي باصرار فيها كان هيأذي لاعب في الاخر، الاهلي قدر ان الامر لا يستحق ان اللاعب يتأذي، وهو عنصر من عناصر المنتخب وعنصر مهم في الكره المصريه. واثر الاهلي ان يختصم ستراسبورج في الفلوس وخدها. واخد بالك؟ كل المواقف دي الاتحاد بينساها، ازاي الاهلي بيتعاون في الازمات؟ ازاي الاهلي وشيكابالا وقبليه الاباني ماضيين واخدين فلوس بطريقه رسميه شرعيه، وعندما غير رايهما، مع ان شيكابالا كان من باوك ما كانش من الزمالك، من الزمالك، واحترمنا هذا، واذا كانت رغبه اللاعب كده مش عايزين ناذيه، وللاسف الشديد اللي اذاه طريقه انتقاله الى الزمالك وتوقف وتغرب، بس مش بسبب الاهلي في الحاله دي، بسبب ان عدم اتباع الاجراءات مع نادي باوك. فانت في كل مره تظهر الوجه الراقي الحريص من النادي الاهلي الذي لا يلهث خلف احد. لكن الغريب انه يبقى لعيبك ولما تحول دون اختطافه، دون علمك، دون علمك، حط تحت دي 10 خطوط يبقى انت الجاني واللي لازم تعاقب، وشوفوا لنا سيناريو وازاي نصعد وناس ازاي نعمل. يا جماعه اذا كنتوا فعلا بتقولوا ان كابتن عبد الله السعيد وهو كذلك لاعب مهم من عناصر المنتخب وحريصين عليه، اقفلوا الملف ده. بالظبط، اقفلوا الملف ده، لان حتى الاهلي وهو عرضه للبيع، ما هو تنفيذ هذا القرار امتى؟ هيبقى بعد كاس العالم. خلي اللاعب يركز في المهمه الدوليه. الاهلي ما عاقبوش، ما وقفوش، ما عملش اي حاجه. الاهلي لما طلعت بقى التداعيات بتفاصيلها ولقى ان كان في لاعب عنده بيلعب في صفوفه قبض 40 مليون جنيه في بيته وبيلعب في الصفوف ما قالهمش، دي واقعه خطيره جدا. اذا سمح ان هو يعديها يبقى دي معناها انك انت ممكن تيجي لعيبتي بقى في فترات القيد وقبل ماتشاتنا المهمه تعملها. والذي يدهشك يا استاذ ابراهيم ان يتحدثون في مواقف سابقه، ازاي الشناوي يقعد مع فلان ودي قبل ماتش مهم؟ الله،
لا الاهلي اتعاقد معاه ولا الاهلي دفع له فلوس ولا الاهلي قال هشتكيه ولا الاهلي عمل لهذا التصعيد وسموها انها حاجه مريبه، لكن اليوم هم نفس الاشخاص. يمكن انت جايب لنا الفقره دي هتناقش، بيقولوا ازاي ده بقى بتاع الزمالك، المناقشه انا خطفته من الزمالك كده. يا سلام، ايه ده؟ هو الدنيا واقفه على دماغها ليه؟ لازم نبص للامور بالمعكوس. لان عارف ليه؟ لان الحل سهل، وكل سنه نقوله يا جماعه قلنا لكم عشان تاخدوا على ان اللعيب يمضي لناديين النموذج بتاع التوقيع ما يظهرش غير كل سنه يبقى فيه نموذج جديد، ما يظهرش غير في اخر 15 يوم من المسابقه، ويبقى اللاعب هنا يقرر اللي هو عايزه. هتقول لي اصل الاتحاد الدولي بيسمح، طب ما تكملها بقى بالكامل. بيسمح بس وجوبيه الاختيارات، وجوبيه الاختيار ليه تاني؟ عشان لا تتحول من حصول على توقيع الى رشوه، خصوصا اذا اقترنت. انت مش مقبض نص مليون جنيه ولا 250 الف جنيه، ده انت مقبض 40 مليون جنيه عدا ونقدا. يعني انت لما يكون السنتين ب 50 مليون بتقبض اللعيب مسبقا، حتى انت لا قسمتها له رواتب شهريه ولا قسمتها له مشاركات ولا حاجه، اديته 40 مليون وعايز منه ايه طيب؟ طب انت عايز منه ايه؟ بتقبضه ليه ال 40 مليون كلها؟ طب ما انت تقدر كنت تدي له 5 ولا 10 والباقي عندك لما ينفذ معاك، لكن 40 مليون عشان يبقى كلام اللي بيقول لك برضاه، رضاه؟ ده في فيلم بتاع الجاد فازر او الاب الروحي، قال له قدم له عرض لا يمكن رفضه. فهذا نوع من تقديم العروض التي تذهب العقول الى لحظات، لان في النهايه عبد الله السعيد انهار بالبكاء. تعرف لو لم يبكي كنت هقول لك يبقى استفاد اكتر ولا، لكن هذا البكاء له دلاله، ولكن ليس معناه ان هذا كفاره لعدم الابلاغ. غلطه الكابتن عبد الله السعيد انه ما ابلغش الناس وهي ما زال بتتفاوض معاه وعندها امل ان هو يوقع، لكن قاعد ومعاه 40 مليون جنيه في وسط فرقه كان ممكن يفجر الموقف كله داخل الفريق. فانت حرص الاهلي على الفريق، حرص الاهلي على الكابتن عبد الله السعيد، حرص الاهلي. الاهلي في الاخر عمل ايه؟ مضى اللاعب بتاعه. اتحاد الكوره عايز ايه؟ عايزه يرجع يقول لك مرغم؟ ايه وجه الارغام؟ ان في ناس ماشيه وراه؟ ده في حضوركم. ناس ماشيه وراه؟ طب افرض حتى في بودي جاردات، وهذا غير حقيقي. طبعا. لحمايته من مين؟ ما هو راجل بيتراجع وقبض من مليون جنيه، 40 مليون جنيه، هو مين اللي كان ممكن يأذيه في اللحظه دي؟ الاهلي. اللي كان هيأذيه. مش نكون عندنا عقل شويه؟ وده في الاتحاد. طيب انت اشرت لنقطه انه لما اتقال انه مسؤولين في الاهلي قعدوا مع الشناوي حارس الزمالك، كابتن خالد الغندور رفض ده بشده واعتبر ده سلوك غير رياضي بالمره، واشار ان دي فيها شبهه. بس اللي حصل مع عبد الله اكتر من كده بكتير قوي. نشوف الكابتن خالد الغندور. نروح لخبر كابتن محمود الخطيب. انا يعني يقال يعني ولا منتهى الصراحه، مصطفى الفخراني هو رجل زملكاوي جدا، عاشق لنادي الزمالك، بيكتب على السوشيال ميديا، كثير من الزملكاويه بيتابعوه، طلع معايا اكتر من مره، جاله خبر وحد من جوه الفور سيزون قال له ده الشناوي كان هنا، واكد له ان هو كان قاعد مع الخطيب وقاعد مع طبعا الشيخ تركي الشيخ اللي هو وزير الرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اللجنة الأولمبية طبعا السعودية، واللي يعني دخل بمشروع سعودي إماراتي مصري لبناء استاد النادي الأهلي، واللي طلع في أكثر من مكان وأكد أهلويته وحبه للنادي الأهلي، واللي هو يعني اشترى كان أحد أسباب وجود عماد متعب في التعاون، واللي كان أحد أسباب شراء مصطفى فتحي أو إعارته من الزمالك للتعاون، وأنه هو أيضا بيمتلك صداقة مع رئيس نادي الزمالك. طيب خالد الغندور في الفيديو ده اللي شوارب ما جابهوش كله، كلامه انه ده مش منطقي، انه الكلام لا اللي لا ده كلام خطير جدا. اه قال كلام خطير جدا. آه. ده له معاني خطيره جدا. وفي ماتش
ومش عارف ايه قادم. دي المشكله بقى، ان احنا لما نيجي نطلب الطلب حقيقه يعني مش عايشين نفس الفيلم مع بعض. اللقطات هو استنكر مجرد الجلوس وطرح فكره انك ما تيجوا تمضوا عندنا. لم تصل الى مراحل اغراء مادي، ولم تصل الى مراحل اتفاق، ولم تصل الى مراحل تعاقد، ولم تصل الى اي شيء. لكن في نفس اللحظه بقى الان المواقف مختلفه، وانت مضيت وصورت وبصمت وعديت في 7 شنط يعني عمليه اغراء كامله الاركان، ولم يخطر صاحب الشأن عن عمد. وطلعوا برضو معتبرين ان دي يعني انواع من شطاره التفاوض، اصل ما كناش عايزين نعلن علشان ما نبوظش بقى تجديدنا الا بعد التجديد للشناوي وطارق حامد. ابدا ما كنتش هتبوظ حاجه يعني. ما هو كانوا لو الكلام بتاع كابتن خالد ده انهم كانوا هناك، لو كان هناك اراد لانهاء الامر ايه اللي حال دون انهاء الامر؟ اذا لو ان المساله كابتن خالد الغندور بيدين فكرة انه يتقال ان في حد قعد مع حد ودي شبهة، احنا معاه ان دي شبهة ومعاه انه ده سلوك. طب ما اتحاد الكرة يقول كده، لكن في نفس الوقت دي شبهة والتانية دي مصيبة، لانه مجرد الجلوس لو صح ما تقالش ان في فلوس وتوقيع. شبهة لم تسفر يا استاذ ابراهيم لا على تنافس ولا على مزاد ولا على توقيع وعلى فلوس بالعشرات الماليه، ولا اعترف بيها الله. ولا دخول الاهلي ان الاهلي مش منطقيه. لكن يبقى في نفس الوقت كراتين الفلوس مش شبهه. 40 مليون جنيه بدون اختيار مش شبهه. هو ال 40 مليون جنيه ده انا هسال سؤال، لو اتحطوا في البنك يعملوا فايده قد ايه؟ هي المسألة مش كده يا جماعة. يعني ورغم هذا شأن مش شأننا، احنا بنتكلم في اللي يخصنا بقى دلوقتي. اللي يخصك اللي يخص ان انا لما يعني اتواصل مع لاعبي الى حل، ممول منين مش ممول منين دي حاجة ما تخصكوش. انت مالك؟ انت كنت بتاخد التمويل ده من اطراف اخرى وتبقى سعيد، وهي عشرات الملايين اللي الشنط دي جت منين؟ ما هي من ناس محبين ومن اشتراكات ومن، انت حر بتمول نفسك اذا ما لناش شأن بيها، مش احنا اللي بنتكلم فيها. الاهلي لم يتحدث في هذا الامر وليس دوره ان يتحدث في هذا الامر. لكن كمان انت داخل جوايا قوي، مين اللي بيديك ومش مين اللي بيديك، مع ان الشخص اللي بيديني واللي عملت لقح والكفيل ومش الكفيل انت بتلهس وراه وبيديك. هو في ايه؟ هو الناس مش يعني، طب عقلنا في ايه؟ المتلقي وهيسمع هذا الكلام. باشمهندس عال ايه بس؟ انت بتسال على عقلك فين؟ خد الكبيره. انت في حد خبير؟ لا. الكبيره ما دمنا بنتكلم بقى على اتحاد الكوره. عمال تجيب الاخبار تنرفز انت. افهم انه اتحاد الكوره والكلام للمهندس هاني ابو ريده تاني. القاضي اللي بيتكلم في قضيه لو كشف عن عقيدته فيها بيتنحى. انتم متخيلين ان سيناريو ازمه يخطط ليها بهذا الشكل ضد النادي الاهلي يعلن عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره وراجل بارز وله راي في على الترابيزه يعلن رايه ضد الاهلي صراحه؟ اعضاء لجنه المحلفين. تخيلوا يعلن رايه لسه عشان تشوفوا الكلام بعد ما كان في الكواليس حاجه بتحاك والناس بتتكلم بصوت الهمس. لا ده بيتكتب. دكتور كرم كردي في المصر اليوم كاتب مقالة عن عبد الله السعيد، وقلنا كتير لما تبقى مسؤول هتتعرض عليك مشكلة ما ينفعش تبادر بإعلان رأيك فيها، لأنه ده توجيه للرأي وكشف للعقيدة. علينا كتير من حالات سابقة، لكن النهاردة في هذا التوقيت شوفوا بقى الإساءة الصريحة للنادي الأهلي اللي هو أحد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اللي الدكتور كرم عضو مجلس إدارة فيها. المسألة تحدد أو تعدت حدود الرأي، بقت في الإساءة نفسها. الدكتور كرم بيقول: مخطئ من يظن أنه ملم بكل ما حدث ويحدث مع النجم عبد الله السعيد، أحداث ممتدة من أكثر من شهر ولا حديث في الشارع الكروي غير هل عبد الله السعيد يجدد عقده مع الأهلي الذي كان قد انتقل له من الإسماعيلي منذ أكثر من 5 سنوات ولا هيحصل إيه؟ لكن بيقول
أخطأت إدارة الأهلي وما زالت تخطئ عندما تعلم في كل مناسبة أن هناك من يساعدهم ويقدم العون المادي للنادي. دخلنا بقى في السكة دي. وإن كنت أتخيل أن هذه النغمة يجب أن تختفي، خاصة بعد أن أصبح مشروع القرن والمدينة الرياضية الأسطورية سرابا ولن يتحقق. هو من حق الأستاذ كرم كردي بصفته مسؤولا كبيرا في الدولة واحد أصحاب القرار في الوزارة أن يصرح أن هذا الأمر سراب، هو أعلم. فأصبح الأمر سراب قد يتحول إلى كابوس يا دكتور كرم. اسمع بقى، تحدثت معك كثيرا ها، لأن بيجمعنا ود، ولكن لما يجي ناحية الأهلي ينتهي الود. أنت تجاوزت كل الخطوط مع النادي الأهلي يا دكتور كرم أكثر من مرة، الله الله ويعلم الله، وفوتناه. طلعت مع عمرو السعيد، مع عمرو عبد الحق، استاذ عمرو عبد الحق، وقلت راي مبتصر دون ان تذكر بقيه اللائحه اللي جبناها لك هي وترجمناها لك، واللي هتجادل انا عارفك هتجادل ازاي، بس هفهمك فيها برضو. انا عايزك تفتح بقك وتجادل فيها. النقطه الثالثه انه الان يريد ان ينتقل من مرحله الهرش الى الوقيعه. هو مش متغاظ بس من العلاقه، ده عايز يوقع، عايز يوقع، وبيقول على مشروع انه تحول الى سراب. يا رب اكسفه كله. وحتى اذا حدث هذا سيكون للانتقال الى ما هو افضل. يعني افرض ان انا جيت قلت لك انا هعمل لك عقد كذا 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 مبهر، وعشت انت هذا الحلم ولم يتحقق. قد لا يتحقق لان جالك عرض اكبر منه وافضل منه، لكن هيتحقق باذن الله. الاهلي باسمه غني وبمحبيه، ودي النقط اللي هنشوفها ونحن نحلل المؤتمر الشيك قوي، اللي الناس تتكلم بموضوعيه وتقف باحترام امام النادي الاهلي، تستمع وتتعلم، تستمع وتتعلم. طيب، قضيه عبد الله السعيد اخذت اهتمام ناس كتيره. الاستاذ عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين ورئيس مجلس اداره الاهرام كاتب مقالة، هو من المؤكد بس انت ما قفلتش الموضوع، شوف الوقيعة بقى اللي كرم كردي اتفضل. لكن ما نراه الان هو شيء من المؤكد ان من يعشق ويحب الاهلي غير راضي عنه. انا بعشق وبحب النادي الاهلي وعايزك تناقشني في هذا الامر، وراضي عنه جدا. وانت راضي عنه ولا لا؟ طبعا طبعا. اعمل استفتاء كده يا دكتور كرم هتلاقي اللي متضايق منه اللي زيك. بيقول ناتي الى طرف ثالث الدكتور كرم كردي في ازمه عبد الله السعيد وهو نادي الزمالك. هل اخطا نادي الزمالك عندما تقدم وفاوض وتعاقد حسب ما تم نشره؟ يعني الراجل ما شايفش عيب في كل ده، في كل الفلوس، تقدم وفاوض وتعاقد مع عبد الله السعيد، خاصه ان التعاقد تم في التوقيت الرسمي للتعاقدات وهو خلال 6 أشهر قبل نهايه عقد اللاعب. هل اخطا نادي الزمالك عندما حاول ان يستفيد ويدعم صفوفه بعبد الله السعيد؟ قانون الاحتراف يقول لا، ولكن لا يعترف البعض بالقانون. والان تورط عبد الله السعيد، فهو وقع لنادي الزمالك حسب ما تم نشره وقيل في الاعلام، وايضا وقع بالتمديد للنادي الاهلي. كان الله معه في هذه المحنه، فالاغراءات والضغوط لا يتحملها بشر. بس انا عايزه اتوقف قدام كلمه. قانون الاحتراف يقول لا، ولكن لا يعترف البعض بهذا القانون، وانت منهم. وانت منهم يا دكتور كرم. وللأسف أنت في موقف يسمح لك أنك أنت تلغي القانون بالأغلبية والتصويت. لا، محدش بيحاسب حد، محدش بيحاسب حد. تفضل. إذن كلمة أخيرة بالنسبة لاتحاد الكرة، حافظوا على عبد الله السعيد كلاعب دولي لو كنتوا فعلا عايزين مصلحة المنتخب، لكن ما يحاك والألعاب اللي بتتم مش في الصالح. هو في الآخر بيتمنى أمنية ها؟ بيقول ايه؟ كان الله في عونه على كابتن عبد الله السعيد. هنخش في الكلام العاقل بقى. يعني خلصنا في تجاوزاته في حق الاهلي ولي الحقائق ولي المنطق. انه مع ان الزمالك ياخده ايه يعني ده حقه، لكن الاهلي اذا مده مدد له يبقى كلام غلط. طيب من استنى بس، كان الجمله دي مهمه استاذ ابراهيم. ده احنا في حاجات. كان الله في عونه.
ولكن إذا كان قد وقع للقطبين فهو مشارك في الخطأ. وإن كنا جميعا نتمنى أن تنتهي هذه الضجة على خير وبدون خسائر، وإن كانت الخسائر المعنوية الجماهيرية تمت بالفعل. لا فض فوق، هذا أكثر ما قلت عقلانيا. دورك إيه بقى؟ فأن تنتهي على خير يا دكتور، هتسفر عنه الأيام القادمة. طيب خبراء اللوائح عندنا، وأنا برضو مانيش فاهم الإعلام الحقيقة بيطلق لقب خبير لوائح على أي أساس؟ يعني ده مش فاهم إيه هي المعايير عشان يوصل يبقى فيه حد خبير لوائح؟ إيه هي؟ يعني لو أستاذ قانون ولا حتى أستاذ قانون، أستاذ قانون، إنما فكرة إنه إحنا بنستسهل أي حد عارف كلمتين، أو البعض بيعتقد إنه عارف كلمتين فيطلق عليه خبير لوائح، فتسمع كل يوم السادة خبراء اللوائح في تفسيرات مختلفة جدا مع بديهيات. وعشان كده بعض الزملاء بيلجأوا لناس فاهمة في اللوائح ربما بره مصر، لأنه ثبت إن الإخوة خبراء اللوائح بتوعنا آخر حاجة بيفهموا فيها اللوائح. فالصديق العزيز أشرف محمود في برنامجه على قناة LTC لجأ للأستاذ عبد الله أبو خاطر بالإمارات عشان يسأله قول لنا إيه والنبي اللي بيحصل عندنا. نشوف. لاعب يا أستاذ عبد الله مرتبط بعقد مع ناديه، وفي فترة الستة شهور الأخيرة من هذا العقد قام بالتوقيع لنادي آخر دون هنتكلم في مشكلة صوتية. يعني شوارب ما لقيتش إلا أشرف محمود وتوقف صوته؟ ده كلام الأستاذ. عندما تلجأ لطرف محايد خارج مصر هتسمع منه كلام في اللائحة، لكن مصري وخصوصا من نفس الشخص اللي بيظهر في الأزمات اللي تخص النادي الأهلي، ودائما ما يفتي بكلام لم يسفر عنه أي حقيقة في أي لحظة. راهن على إيقاف جده ولم يوقف جده، راهن على إن كابتن عصام الحضري موقفه سليم وأوقف كابتن عصام الحضري. عايز يعتذر لأشرف محمود. شوارب مين؟ شوارب عايز يعتذر لأشرف محمود ويشغل الفيديو تاني. اعتذر له وأنا نشوف. لاعب يا استاذ عبد الله مرتبط بعقد مع ناديه، وفي فتره الستة شهور الاخيره من هذا العقد قام بالتوقيع لنادي اخر دون ان يبلغ ناديه الذي يلعب له حتى الان. ثم حينما توصل مع ناديه الرسمي الاتفاق مالي جلس ووقع معهم وقال لهم انا قمت بالتوقيع للنادي المنافس. ما هو الموقف بالضبط، واين تكمن ايكمن الخطا والعقوبه؟ يا أستاذ أشرف، طبعا لازم احنا نكون واعيين بحاجة مهمة. نعم. في لائحة شؤون اللاعبين أو انتقالات اللاعبين اللي صدر عن الاتحاد الدولي. تمام. في هذه اللائحة في عندنا تقريبا 29 مادة أو 29 فصل في اللائحة. نعم. منها 11 فصل ملزمة على الصعيد الوطني، أي أن أي اتحاد أهلي يقوم بإعداد لائحة لتنظيم انتقالات اللاعبين يجب أن يضمن هذه البنود في لائحته نصا ودون تحريف. تمام. من بين هذه اللوائح أو البنود هو الفصل الرابع اللي هو يتحدث عن انتقالات اللاعبين أو ضبط عملية انتقالات اللاعبين واحترام العقود الموقع بين اللاعبين والأندية وكيفية إنهاء العقود، وهل ينتهي العقد، ممكن إنهاء العقد من طرف واحد أو من الطرفين. كل الأسباب دي وضحها ويجب أن تكون موجودة في كافة اللوائح لدى كافة الاتحادات الأهلية. نعم. في الفصل الرابع بيتحدث عن النادي الذي يرغب في التعاقد مع أي لاعب عليه أن يبلغ نادي اللاعب الحالي. نعم. بنيته إجراء مباحثات مع هذا اللاعب بهذا الشأن. نعم. كتابة، يعني مجرد أن يبلغ النادي كتابة أنني سأقوم بإجراء مباحثات مع هذا اللاعب لأنه هو في الستة شهور الأخيرة أو أنه عقده اقترب على النهاية خلال هذه الستة شهور. هو يبلغ النادي، يعني فقط يبلغ ولا ينتظر رد من هذا النادي بالموافقة أو الرفض. نعم. هنا النقطة، هل قام النادي
الذي ينوي التعاقد مع اللاعب بإبلاغ النادي الأصلي لا بأنه سيبدأ المباحثات؟ لا لم يبلغه، إذا انتهت القضية. حتى لو كان الكلام ده في الست شهور الأخيرة من العقد، هو أساسا لا يجوز أن يتم هذا الشأن إلا خلال الستة أشهر الأخيرة. تمام، هو موجود خلال الستة أشهر الأخيرة. خلال الستة أشهر الأخيرة no approach to any players، يعني لا تقترب من أي لاعب قبل بداية الستة أشهر الأخيرة. طيب هو بدأت الستة أشهر بالفعل يا أستاذ عبد الله؟ بدأت الستة أشهر. يجب على النادي الذي ينوي التعاقد مع هذا اللاعب إبلاغ النادي الأصلي بأنه ينوي بدء مباحثات مع هذا اللاعب للتعاقد معه. هذا شرط أم أنه إجراء عرفي؟ شرط أساسي وإلزامي ويجب أن يكون كتابة. طيب. يبلغ ناديه الأصلي كتابة. طيب. أدي خبراء اللوائح الحقيقيين. ده كلام قانوني مش كلام بيومي. وبالمناسبة بحيي وبهني الصديق العزيز الأستاذ أشرف محمود على برنامجه الوسط الرياضي، يمكن فاتنا تهنئته قبل أسبوعين لما بدأ البرنامج، لكن مؤكد أنه إضافة لل خلي بالك هو رئيس جمعية الثقافة الرياضية بالضبط. فده جانب من التثقيف الرياضي المهم اللي لازم يلح فيه، وحتى اختياره اختيار موضوعي. خلاص الناس اللي هنا لو مؤاخذة محدش فاهم حاجة، وكله بيفتي عشان خايف من مرتضى منصور، وكله بيتكلم عايز يجامل مرتضى منصور، وكل واحد براحته. فالراجل لجأ بشكل مباشر لحد مسؤول في الاتحاد الإماراتي عنده هذه الدراية الجيدة بلوائح انتقالات اللاعبين وباللوائح المنضبطة في الاتحاد الإماراتي، فكان رده قولا واحدا، مدام ما تمش اختار الموضوع منتهي. انت بتختر وما بتنتظرش رد، انت بتختر علشان انا ابقى عارف، عشان ما تستعملنيش يا هرم زي ما قلنا. ازاي انا بلعب في مسابقة ومعايا منافس وعندي لعيبة قبضة من المنافس وانا مش معرفش وانا انت مش لما انت لما قلت لكم انت لما بتختارني يا استاذ ابراهيم استاذ ابراهيم انت لما بتختارني ببقى انا يا لعيب وما لعبوش بالظبط. طيب هتقول لي انا خفت على اللاعب خفت على اللاعب، واين حق النادي؟ ماشي، وكان حصل له ايه اللاعب؟ زي ما يجي يقول لك ايه اللاعب طلب تغيير سكنه، يعني مثلا هيروح الاقيانوس يعني، ولا هيجي من التجمع هيروح جيزة، والجيزة دولة غير التجمع، فهيبقى آمن في الجيزة مش جاي آمن في التجمع. ايه علاقة ده بده؟ هو اللاعب خلي بالك كابتن عبد الله السعيد والله من زمان عايز يطلع امريكا، والراجل ده عنده اهدافه الخاصة والذي نحترمها. غلطته الوحيدة بس انه ايه كان ينبغي ان يكون واضحا مع النادي الاهلي، لكن هو ساعة الجد ما قدرش ساعة الجد. اما وانه تعرض لهذا الموقف، الاهلي مدد للعقد، الاهلي حافظ على حقوقه، على صورته، على قيمته، على مشاعر جمهوره، على رغبه عبد الله. لان رغبه عبد الله في الاساس اللي اعلنها للاهلي انا عايز اطلع بره اامن مستقبلي واعمل عقد كويس. اذا ده في الاعتبار حافظوا على عبد الله كلاعب دولي مهم في المنتخب، الاهلي بيلبي له رغبه وبيحافظ بيها على كل هذه الاعتبارات الخاصة بقيم الأهلي وتقاليد الأهلي وصورة الأهلي وحقوق الأهلي. مش معقول والتي تتناسب حتى أستاذ إبراهيم عايز تاخده مني ببلاش. لا كمان مش كده الموضوع بس هذا الحل يتناسب مع الموقف. أصبح من الصعب أن الكابتن عبد الله السعيد أنه يستمر دون الخروج إلى إعارة لفترة. ليه؟ لا إزاي؟ مفيش فترة قيد. أولا مش على فترة القيد، أنا بكلمك على الاستمرار بعد كده. هو شاعر انه كان على وشك ان حياته هتروح في مسار معين. طب النادي الاهلي اكتشف التفاصيل اللي لا يمكن قبولها. انت كونك تسمع انه مضى غير لما تشوف بقى ويتقال لك سبع شنط والتفصيلات طب والنبي ما تعلن ويطلع الوكيل بتاعه يتباهى ان ده حرصا على مصلحه اللاعب وحرصا ده الوكيل ده في اي حته يجب ان يوقف. ده كلام لانه لم يخطر لاعبه بالقانون السليم ولم يقم بحمايته، ده ساعد في تضليل اللاعب. فالكلام ده انت عارف مين ايام جد ومين الوحيد اللي تعاقب؟ مين؟ نبيل ابو زيد وكيل اللعيب. ما انت ما قلتش ليه للاعيبك ما تمضيش، مع ان جده ما كانش مضى لناديين، ده جده
مضى للزمالك وبعدين قرر مد العقد. فاشتكى الزمالك الى اتحاد الكوره، اتحاد الكوره اعتمد مد العقد الاتحاد واصبح القضيه مغلقه. نفس الكيس، اصبح القضيه مغلقه لنادي الاتحاد. لم تنفجر الا عندما تقدم الاهلي لشراء اللاعب من قائمه نادي الاتحاد، ما كانش هو طرف في الخلاف من الاساس. اراد اتحاد الكره والمسؤولين عن شؤونه القانونيه المجاملون دائما ويطلعوا يحاوروني ويقولوا ما حصلش، لان انا كنت حاضر في التحقيقات وقلت لهم هيحصل، وحكموا ضده ب 12 مليون جنيه شرط جزائي مزعوم طعن بالتزوير. راح النيابه كلمت كله خلاص، خلصت المواضيع والنيابه حفظت القضيه. ولم يجرؤ الشؤون القانونيه في اتحاد الكره وقتها تقول انتوا رحتوا للنيابه ليه؟ انا رحت النيابه لانك انت ما رضيتش. ده الولد قال الايصال انا ما مضيتش على المبالغ دي، ما قبضتهاش، انا الشروط الجزائيه دي انا ما وقعتش عليها، انا مضيت على عقد فاضي، التوقيت اللي محطوط على العقد والتاريخ ما كانش محطوط وانا موجود. لم يلتفت اليه الشؤون القانونيه وقتها وقلنا لهم كده يا جماعه، انتوا كده بتدفعونا دفعا الى سلوك اتجاه مغاير. طلب شهاده الوكيل بتاعه رفض. حازم امام؟ لا، كابتن جده، كلمك على جده. الوكيل بتاعه نبيل ابو زيد وانور شلوف رفضوا. تتصور رفضوا وحكموا عليه ليذهب لتنتهي القضيه، لا ايقاف ولا دفع ولا عمل ولا سوى. واخد بالك؟ واللي هيقول لي دفع هيخليني احكي قصه مش هحكيها. طب انا هقول، لا مش هقولها لك الا لما حد يطلع يقاوحني. طب انا دي قاوحتك يا جدعان. الله، الفلوس جات له لحد النادي الاهلي والنبي، بس لإراقة على عدم إراقة ماء الوجه، خدها وقول ان انت اللي بتسددها. وكتاب الله ده اللي حصل. الزمالك بعت الفلوس لجده؟ امال ايه؟ مع فلان الفلاني، برضه مش هقول لك اسمه اللي هو مش اللي هو علاء مقلد يعني. مش هقول لك حاجه. واخد بالك؟ لكن هكذا تدار الامور. ليه ما بتعملش الصح وتعلم الناس كلها؟ طب اقول لك حاجه. موضوع، خلينا بقى نطول شويه في الحته دي. الموضوع بتاع مثلا مؤمن زكريا. لما جالنا اللي بيقول لك مؤمن وتوقف ومضى اثنين مؤمن زكريا قصته ايه؟ قصته انه معار من نادي ام بي لنادي الزمالك. فنادي ام بي خده على سبيل الاعاره. ومدله هو وجدد له ووقع له دون ان يعود اللاعب الى ناديه، ناديه فطن، راح مسترد اللاعب قبل ما تنتهي في فور انتهاء فتره الاعاره طبقا لنص عقد الاعاره، يعود فورا الى ناديه. عاد فورا الى ناديه، راح النادي الاهلي مشتريه. برضه بقى انت الراجل اللي جدد دون اختار النادي وفي غير التوقيت يبقى ينجو من العقوبه واللاعب يعاقب ومشيت. واخد بالك؟ لان عوقب خالد قمر وعوقب معروف وعوقب وهي كده، دي تشيل دي ودي تشيل دي. لكن مين اللي اتعلم؟ هل الانديه المصريه اتعلمت؟ ما اتعلمتش حاجه. هل الاداريين المصريين تعلموا اللوائح؟ ما تعلموش. مره علموا، مش دي مسؤوليتهم قدام الانديه بتاعتكم؟ مره علموا الناس ايه الصح والغلط، واذا اخطا الاهلي فليحاسب، بس يكون مخطئ. بالظبط، فليحاسب. اذا كان ده الثمن انك تعلم الناس، اذا اخطا الاهلي يحاسب، واذا اخطا الزمالك يحاسب. بالظبط. بس لكن ان احنا نقعد نستنى نشوف اطراف المشكله ونحلها بالطريقه دي، هذا كلام. نتمنى ان كابتن عبد الله السعيد باذن الله يعدي من الموقف ده، وهو درس، درس له للاخرين كلها، نمشي صح. ولعله خير ليه يعني. ولعله خير، وباذن الله المنتخب لا يدفع فاتوره هذا الخلاف، لان انا سامع بوادر، ما اعرفش اذا كانت حقيقيه ولا لا، انا تم التوصل الى حل يرضي جميع الاطراف، ما اعرفش ايه هو، لكن اعلن من في اشاره كده وتسريبه من مسؤول الزمالك ان في خلاص الموضوع ده سوف ينتهي الى خير. طيب كنت اشرت لكم لمقاله الاستاذ عبد المحسن سلامه رئيس مجلس اداره الاهرام في الاهرام ليذهب عبد الله السعيد الى الجحيم. لا طبعا، لا مش عايزين اوفر جدا، لكنه هو الراجل عايز يقول مطلوب الوفاق بين الاهلي والزمالك. لكن الاستاذ حسن المستكاوي في الشروق بيتحدث عن ان الاهلي لا يقدر بثمن،
وبيشير الاستاذ حسن السكاوي باختصار كان يجب على الاهلي ان يترك عبد الله السعيد يلعب للزمالك ب 40 مليون او ب 20، كان يجب ان يتركه لاختياري وقراري، وكان يجب ايضا ان يحسم الاهلي ملف اللاعب مبكرا ولا يترك الامر لحوارات الاعلام واغراءات العروض، وذلك بالتجديد له سواء بالرضوخ لطلباتي او برفضها او بتفاوض يصل بالطرفين الى منتصف الطريق. كنت اظن ان الاهلي اخذ باقتراح طرحته قبل اسابيع هنا بان يجدد تعاقده مع عبد الله السعيد ثم يعرضه للبيع او الاعاره كي يفوز الاثنان. الاهلي بجهته يتمسك ببرنامج تعاقداتي مع اللاعب مع اللاعبين فلا يزيد عليها ولا يزايد، ثم يربح من حصيله بيع او اعاره عبد الله، واللاعب من جهته يربح بتحقيق رغبته في تامين مستقبله. وبيقول الاستاذ حسن السكاوي: الحقيقه الان ان ما كنت اظنه ظنا او اظنه ظل ظنا، فالاهلي قرر ان يعاقب عبد الله السعيد لانه وقع للزمالك ودخل في سباق المزايده وهي السبب في تضخم اسعار اللاعبين. وينهي حسن السكاوي مقالته: انتهى وانتهي بان الاهلي والزمالك او غيرهما ليست مجرد انديه، ولكنها ظاهره شعبيه ورياضيه واجتماعيه وسياسيه ايضا، يستقبل التعامل معها احيانا بحذر، خاصه ان الزمن تغير وباتت الاتهامات تلقى وترمى دون سند ودون فهم للحقيقه ولتفاصيل القصه. فلا الامير عبد الله الفيصل رغب في شراء الاهلي او السيطره عليه، ولا تركي آل شيخ يرغب في السيطرة على الأهلي ولا يريد، ولا أحد يستطيع ذلك. الحقيقة هي أن الأهلي لا يقدر بثمن. ده كلام الأستاذ حسن السكاوي. ما تيجي نتوقف عن دي، لأن دي هي مفتاح الفقرة القادمة اللي نخشى ألا يسعفنا الوقت في استكمال. يعني أنت ولا مرة خرجتنا فاصل النهاردة؟ عايز يخرجك فاصل، خرجنا لكن فاصل عشان نلحق نشتغل شغلنا. قبل ما اخرجك لفاصل هشير لك الى زي النهارده. ما خلاص بلاش زي النهارده عشان خاطر مش هنلحق، والنبي الفقره جايه مهمه جدا يا ابراهيم. فيتو النهارده فيتو. بسوء دلاله وما بقدرش اتاخر له على طلب فيتو. نطلع لفاصل. يا شياكتك يا أهلي، كلمة تقريبا قالها كل واحد حضر امبارح في القاعة أو المخيم أو الحاجة الشيك قوي اللي بنشكر عليها كل اللي ساهم في إعدادها وتنظيمها وإقامتها، اللي احتضنت واستضافت مؤتمر من أنجح وأهم وأقوى المؤتمرات اللي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. الحقيقة منتهى الشياكة، منتهى الأناقة، منتهى الفخامة اللي خلت الناس تقول ده فعلا مؤتمر بقيمة النادي الأهلي. هاخد انطباعاتك السريعة قبل ما ندخل في بعض الفيديوهات المهمة عن هذا المؤتمر. انت سألتني سؤال، كيف استقبلت هذا المؤتمر؟ انا هقول لك كيف استقبلته، بس الأهم كيف خرجت منه. أنا الحقيقة التقيت الكابتن الخطيب بسرعة كده على الباب، ولقيته إنه بيتحامل على نفسه ورجله واضح إن وضعه تعبينه جدا. هسافر بكرة إن شاء الله لله. فبقيت مشفق عليه. الراجل ده هيوقف إزاي؟ خصوصا لما عرفت إن في خيمة، ورحت وبصيت لقيت السلالم اللي يجي 7-8 سلمات لحد المنصة فوق. الله يا إخوانا، الطلوع والنزول. أنا عارف، ما أنا برضه عندي المشاكل دي، بس لقيت عنده في عز، عارف انت بيبقى فيها ايه، بنسميها الازمه. الازمه بتاعت الظهر، الازمه بتاعت الرجل، الازمه العضليه. فجات له في يوميها. فطبعا كنت مشفق عليه، لكن ما ان بدا في الحديث واقف مترجل، حتى ما سابش الستاند ده اللي بيحطوه قدامهم يسند عليه ولا رايح عليه، لدرجه ان الحاضرين قالوا له اقعد يا كابتن من فضلك. فبقى قاعد على رجل الكرسي. هذا جانب من الحضور، وهذا جانب من الشياكه. شوف المنظر. كمان انا كنت مستني ايه اللي هيتقال في ظل المؤتمر. جاء في وسط صخب رهيب وصوت عالي وشتيمه وزعيق وخناقه وتبادل اتهامات ومواقف عصبيه جدا من مسؤولين ومن اعلاميين ومن و و و والخطيب كابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي يتعرض لكل هذه الضغوط.
كيف سيتمالك نفسه ويخرج من هذا المؤتمر وقد أقنع الجميع. الحقيقة أنا لازم أقول لك الخطيب يدهشني على المستوى الشخصي. لم أتوقع. أنا كنت عارف أنه عنده قدرة، وقلت القدرة مبنية على الكاريزما والخبرة، لكن النضج والارتجال لمدة ساعتين لا وترتيب الأفكار صحيح، ما تفلتش منه جملة وما ينساش حاجة، نسي حاجة واحدة بس ووصاني أقولها، بس صاحب الشأن مش عايز يسمعها مني على الهوا، هقولها له بقى وأمر الله. قال لي وأنا بكرم الأستاذ علي كامل اللي طلع بصحبة، أنا أول مرة أعرف إن والد المهندس سامح علي كامل مدير الإدارة الهندسية مدير الإدارة الهندسية بتاع النادي الأهلي واللاعب الكرة الطائرة الدولي السابق. قال لي أنا فاتني بس إن أنا كنت عايز أدلع أو أشيد بسامح، بالمهندس سامح، لما بذله من جهد شاق خلال الفترة الماضية، بذل جهد هائل جدا، فكنت محضر دعابة وهو طالع يعني والده بيتكرم من قدامة نجوم الأهلي، فكنت عايز أقول هذا الشبل من ذاك الأسد، فقلت له سيبني أقولها بالنيابة عنك، وصلها لسامح هينبسط منها قوي، لكن كنت عايز أقولها له في مداخلة لأنه كان عنده شيء مهم جدا عايز يبلغنا بيه، ويبدو أن احنا تأخرنا عليه ولا نام ولا حاجة، لكن ما علينا. انتهى المؤتمر وأنا أكثر فخرا وزهوا وعشقا. ما كنتش أتصور أن أنا هقول لك سر، دعبتني الدموع في هذا المؤتمر. ما هو مؤتمر القشعريرة بجد، دعبتني في لحظات معينة والله. هو بيجيب صورة البوابة وبينزل لي بيها كده والنسر. أنا لقيت عناية، قلت يا رب ما حد مالكوش دعوة بيا، سيبوني في حالي بقى. هشوف الأهلي كده بالفخامة دي، هشوف الأهلي كده، يطلع ان هتشوف كل الفروع كده. كمل بقى اللي انت عايزه. ربنا يدي كابتن خطيب الصحة، بكرة هيسافر ان شاء الله للعلاج، لكن الحمد لله حالته وان كانت تحتاج هذه. اي شوف المنظر، شوفوا بوابة الاهلي بعد شهور هتبقى بهذا الشكل. على فكرة كانوا مخبيين، انا اول مرة اشوفه بالمنظر ده. يا نهار ابيض، ده هيبقى بوابة النادي الاهلي. بس عشان تشوفوا كابتن الخطيب متحامل على نفسه قد ايه من اجل الاهلي ومن اجل انجاز كل المهام اللي التزم بيها ووعد الاعضاء بيها واللي بيتمناها للجمهور، بعد هذا المؤتمر الطويل اللي خد فتره طويله من الاعداد والتنسيق والترتيب والتخطيط والاجتماعات والموافقات عشان توصل للي وصلت له. النهارده على سبيل المثال اللي هيسافر في اخره في رحلته العلاجيه ان شاء الله يرجع بالف سلامه، من الصبح يا باشمهندس يعني بدأ معانا اجتماع للمجلة الساعة 10 الصبح، كان موجود قبل الاجتماع في النادي، خلصنا اجتماع المجلة ترأس اجتماع لجنة الكورة، لقيت الكابتن زيزو والكابتن علاء عبد الصادق مستنيين على الباب، هو خلص يدوب وقف فك جسمه ودخل في موضوع الكورة، خلص اجتماع لجنة الكورة ترأس اجتماع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، خلص ده كله بدأ اجتماع المكتب التنفيذي، سابهم في بعض الحالات للاستاذ العامري فاروق ومشي. فانت متخيل، عارف مشي راح فين؟ راح يعمل اشعه قبل ما يسافر. فبصوا وكلمني قال لي بقى وصاني على سامع علي كامل. بصوا الالتزام باداء كل لحظه من اجل الاهلي ومن اجل اعضائه ومن اجل جمهوره. تشوفوا حجم التفاني، تشوفوا حجم المجهود وحجم الحرص على قيمه النادي الاهلي. هذه يا جماعه متعوا عينيكوا وسجلوا، هذه هي مؤتمرات الاهلي بالظبط. الرسائل الكتيره قوي في المؤتمر حبينا نتوقف عند بعض منها، يمكن لو كنا في وقت كان الحقيقه المؤتمر كله يستاهل تخرج منه برسائل كتيره، بس الرسائل المهمه اللي بترسخ، عشان الهرش اللي المهندس عدلي بيقوله، اللي بترسخ مبادئ وقيم وتقاليد النادي الاهلي. يوم ما تلاقي حد بيعيب في اللي قابله اعرف انك مش في الاهلي. يوم ما تلاقي حد بينسب حاجه لنفسه وينكر جهود وافضال من سبقوه اعرف انك مش في الاهلي.
نشوف الكابتن الخطيب كيف رأى سلف المهندس محمود طاهر ومجلس إدارته. النادي الاهلي من عادته، وده اللي كنت انا بقوله ايام الانتخابات برضه، وبرضه موقف زي ده وتقريبا شكل مماثل لده، النادي الاهلي كعادته ما ينساش الناس وما ينساش من سبقوه. احنا بنشكر جدا مجلس الاداره السابق برئاسه المهندس محمود طاهر وكل مجموعته انهم كان ليهم دور في خطوه ايجابيه للنادي الاهلي. احنا بنكمل زي ما هو هذا المجلس السابق كمل على اللي قبليه، احنا كمان بنكمل عليهم. هو ده النادي الاهلي، هي دي السلسله الذهبيه اللي مش موجوده في اي نادي في مصر، اي نادي، لازم نحافظ على ده كلنا. عشان كده بقول الاهلي قوته في مبادئه، الاهلي قوته في مبادئه، محافظ عليها، قلنا تاريخ، مبادئ، تطوير. النهارده بتكلم عن مبادئ، اللي انا بقوله ده هو ده المبادئ اللي احنا اتعلمناها، كل واحد ينسى ذاته. في ناس كانت ممكن تزين، في ناس قاعدين قدام حضراتكم هنا تزين مجلس إدارة النادي الأهلي، مش عايز أذكر أسماء، بس برضه لما حسوا بالرؤية وبالفكر والشباب كلهم خدوا جنب ويساعدوا من بره، وده اللي أنا لمسته في أكتر من واحد قاعد في وسط حضراتكم النهارده، هو ده برضه النادي الأهلي، فدي مبادئ النادي الأهلي. أجي بقى أنا عندي عتاب الحقيقة، والعتاب لا شك أي انتخابات، وده شيء طبيعي، ناس مؤيدة وناس معارضة، ناس مؤيدة للمجلس ده وناس معارضة للمجلس ده، ده طبيعي. ولكن احنا كلنا اهلي، كلنا النادي الاهلي، ما ينفعش يصل اللي انا بشوفه دلوقتي وبسمع بعض الحاجات كده. انا الحقيقه مش من النوع اللي متداخل قوي في الموضوع ده، بس في رصد بيجي لي كل كلمه في ايه، في رصد بيجي لي عنها، لكن مش النادي الاهلي ولا مبادئ النادي الاهلي ان الناس المحبين او المختلفين او المؤيدين يبقى في تشاحم بينهم. يا جماعه النادي الاهلي ده كبير جدا، فانا بطلب منهم كلهم زي ما رفضنا برضو قبل الانتخابات اي تجاوزات، وده انا قلته وقلته قدام حضراتكم وقلته في اي لقاء انا عملته. النهارده برفض تاني اي مشاحنات تقسم او يبقى في جزء متقسم، لا لازم الجزء ده يخش جوانا، وان احنا فعلا لازم نستوعبه، لان يا جماعه النادي الاهلي يعني كلنا من امه واحده، واحده هو ده النادي الاهلي، مجموعه واحده هو ده النادي الاهلي. وعشان كده مؤيدين مختلفين متضايقين كارهين، وده كلمة ما بحبش أقولها لكن كمان لازم أقولها، ده معادها لازم يتقال، لأن أنا مش هطلع لكم كل يوم، أنا هطلع كل فين وفين عشان أتكلم مع حضراتكم. حتى لو كل اللي مع ناس قلت عليها دي كلنا هنبني الأهلي لو ضميرنا صح وناس ضميرها مظبوط، كلهم هيشاركوا في بناء النادي الاهلي، احنا هنبني كلنا ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله. سالتني عند سرد هذا اللقاء عن المعاني. البدايه الرائعه التي بدا بها بشكر المجلس السابق حسستني بقيمه النادي الاهلي. جدا. هو شكره على الإجابات التي قام بها، رغم أنه في تفاصيل كثيرة هناك بعض الأمور اللي كانت محتاجة لعلاج خدها بحسن ظن، ما خدهاش بسوء ظن. لكن الرسالة الأجمل والأقوى والأشيك بقى، طالما أنك حطيت الشياكة المعيار، تعالوا سوا نبني النادي الأهلي، تعالوا سوا ننهي المشاحنات. والله يا كابتن فلنكن أول المبادرين في هذا الأمر، تعالوا سوا نبني النادي الأهلي. يا سلام لو رأيت المهندس محمود طاهر يتصل ويقول لو عايزين مني حاجة أنا تحت أمركم، مبالغة من ناحيتي يعني. يا سلام لو لقيت إن خلاص بقى ننطر كل الناس والزوائد الجلدية لناس ما هماش بطبيعتهم منتمين للنادي الاهلي، وتعالوا نقدف كلنا في اتجاه واحد، تعالوا نتلقى في المبادرة عشان كلنا نخش التاريخ مع بعض. اذا كان في يوم ما استدركت الاستفزاز هأحاسب نفسي، ولو اني دائما
لم أستدرج إلا في حالة واحدة يا أستاذ إبراهيم، حاجتين: الاختراق والتعدي على مبادئ النادي الأهلي والسخرية من كلمة مبادئ النادي الأهلي، لأني كنت أرى أن هذه أخطر ما يتعرض له النادي الأهلي، ليس فريق الكرة، ليس النتائج، ليس 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 الإنشاءات، معك فلوس هتعمل، هتجيب حد يعمل، لكن إن حد، ودي اللي مضايق الناس قوي صدقني والله، مش مضايقهم البطولات قد ما مضايقهم ان يقال على الاهلي نادي القيم والمبادئ، نادي الوطنيه، ودي مسؤوليتنا ودي معركتنا. لن نرد الا على اللي اعتدي على هذه الجزئيه، والباقي ايدنا في ايده وتحت امره، اذا اراد ان يبدا باي مبادره او يتلقى في المبادره هنكون اول الداعمين والشاكرين والمؤيدين. مبادئ الاهلي اللي بتضايق البعض يا جماعه، اي مكان له كود اخلاقي، لو انتوا كلمه المبادئ بتعمل الحساسيه الشديده، مع اني انا مش شايف مبرر لده، ليكن كل مكان له مبادئه له تقاليده له نظامه، ما كل اسره مصريه ليها تقاليدها، في اسر محافظه وفي اسر اقل محافظه وهكذا. الاهلي له منظومه قيم، له تراكم من المواقف، من القرارات، من التعاملات مع الأشياء، خلت عنده دستور غير مكتوب، خلت عنده دستور غير مكتوب، لما يحدث أي تصرف ناس كتيرة حتى اللي ما بتحبش الأهلي، لا الأهلي ما يعملش كده، لا الأهلي غير كده، هو بيقول غير كده وبيقول الأهلي ما يعملش كده بناء على إيه؟ بناء على هذه التراكمات من المواقف ده ابتدوا يبتزوا بكلمة مبادئ، اللي بتمثل منظومة قيم وتقاليد خاصة بهذا النادي. ابتدوا يبتزوك بكلمة مبادئك، هي دي مبادئك يا سيدي، ايه علاقة دي ان انا دافع عن حق مبادئ؟ صحيح، الله ما علينا، يعني دي تفاصيل. طيب، ايضا تأكيد الكابتن محمود الخطيب على انه الاهلي جيل بيسلم جيل، حلقة متصلة نسمعه. جيل بيسلم جيل قلته قبل ما نشوف وهو ده الحقيقة، محدش بيشتغل لوحده، النادي الاهلي أجيال بتسلم بعض، والأجيال لما يكون فيها عظمة روادنا اللي موجودين، فيها ناس بتحب النادي وأعضاء في النادي زي حضراتكم، ما نقلقش، ما تقلقوش، ما تقلقوش، النادي الأهلي إن شاء الله هيبقى النادي الأهلي طول ما هو ده الشعار بتاعه، إحنا كلنا مع بعض وكلنا بنحب النادي الأهلي، محدش اللي هيخرج يا جماعة برانا، حتى من الزملاء العاملين ليهم وجهة نظر أو زملاء سابقين ليهم وجهة نظر، لما يخرجوا عن الخط شويه مش مشكله، مش مشكله، احنا بنقدم ايدينا كل الناس، لان ما ينفعش نشتغل لوحدنا، لازم نشتغل مع كل الناس، واتمنى ان كلهم يكونوا في، نكون كلنا في حضن بعض. النادي الاهلي الفتره اللي جايه محتاج ده، محتاج كلنا نكون في حضن بعض. تاكيد، حتى لو حصل من حد الخروج شويه، لا تعالوا نستوعب بعض وكلنا نبقى في حضن بعض، احنا محتاجين بعض. تاني يا جماعة سنتلقف هذا ونرجو أن نجد كل الترحيب، لأن هذه مبادرة يجب البناء عليها وترسخ بقى فعلا فعلا، يعني إذا كان كل الناس هتتلقف هذا الأمر وعفى الله عما سلف، تعالى نشتغل كلنا لصالح النادي الأهلي ونقدف في اتجاه للأمام عشان مركب الأهلي تبقى في المقدمة دائما. ولكن تعالى نتكلم على الإدارة المحترفة في كرة القدم وكيف رآها الكابتن الخطيب وكيف شرحها. أنا ما بحبش زي ما قلت أتكلم في الإعلام، عمركم ما شفتوني من يوم ما دخلنا لغاية النهاردة إن أنا اتكلمت ولا فريق كورة. خلي بالكم أنا زرت فريق كورة، أنا كبقى رئيس النادي ورئيس لجنة الكورة مرة واحدة بس، بس من يوم ما دخلنا لغاية النهاردة قعدت معاهم في الأوضة بتاعتهم مرة واحدة فقط، وقلت لهم الرسالة الواضحة، الاوضه دي احسن لعيبه موجوده في مصر وفي افريقيا، احسن جهاز موجود في مصر وفي افريقيا، احنا دورنا نساعدكم، نعمل لكم امكانياتكم، الاوضه دي ما تطلعوش براها، هنا اي مشكله عندكم في الاوضه دي، اي احتفال في الاوضه دي، ما حدش يطلع بره ويتكلم مع حد تاني، ما حدش يجي لي، ده موضوع مرفوض، ما حدش يروح مجلس اداره، مرفوض، انتوا فريقنا الواجهه الكبيره بتاعتنا. وخلي بالكوا الكلام اللي بقوله ده نجومنا واساتذتنا الكبار هم اللي علموه لنا، يعني انا الحقيقه من قدام الناس اللي اشتغلت معاهم كلاعب كان الكابتن ميمي عبد الحميد
ربنا يشفيه وما قدرش يجي النهارده، وكانت مثلا عايز تبروس كمدير كوره، اول ناس ابص عليهم علمونا ده شفنا ده. كابتن خطيب هو بيتكلم على ان احنا اتعلمنا ده فبنعلمه لبعض، هو ده التواصل، ده التوالي. بس كمان جزء من هذا المناخ وصل الاهلي للنجمة الرابعة اللي اعتبر الكابتن محمود الخطيب ان فيه دور كبير جدا للناس اللي شاور عليها. هنا مبروك لجماهير النادي الاهلي، بالظبط كده، مبروك لجماهير النادي الاهلي النجمه الرابعه. النجمه الرابعه 40 دوري عام. كل واحد من روادنا اللي ربنا توفاهم، ربنا يرحمهم جمواتا جميعا ويرحم امواتنا كمان جميعا، ليه دور مش بس كوره، لان لما يكون الفرقه الاخرى ابطال وبيساعدوا بيدي ثقه اكبر للعيبه الكوره اللي هيتحقق النجم الرابعه. فهنا العاب اخرى، ورواضنا الحاليين واللي توفاهم الله وكلهم كل التقدير والاحترام، وان شاء الله ربنا ينعم عليهم بنعمته وبرحمته الواسعه باذن الله. كل واحد ليه دور، واللي دور كبير قوي كمان جمهور الاهلي، جمهور الاهلي الحقيقي، جمهور الاهلي اللي هو بيدفع فرقته، جمهور الاهلي اللي هو بيساند فرقته، جمهور الاهلي اللي هو العنصر رقم واحد. لما زي ما قلت لكم في حفله في الطايره دي النهائي الشوط الثاني، فرقه تونس 25 احنا 23، فاضل بونت ياخدوه. الاولاد مش بس الجمهور والاعضاء العاملين اللي كانوا موجودين والاطفال الصغيرين اللي كانوا حاضرين اللي هم كانوا لابسين فانيله الاهلي وكلهم من ناشئات الطايره، وانا دي ملحوظه كابتن رفع بقدره فيها. كابتن رؤوف من فضلك، كل بطولات بعد كده وكل فرق كبيره بتلعب عايز الفرق الصغيره بمدربينها في المدرج، شوف الاولاد المدرب يديهم تعليمات يعلموهم الكبار دول بيعملوا ايه، ولما يحققوا بطوله فيها للاولاد الصغيرين دفعه معنويه كبيره جدا ان شاء الله، فارجو انك تهتم بالكلام ده. هنا فاحنا لما شفنا دوت الجمهور قلب الاستئصاله، جمهور الشباب اللي كان موجود، جمهور الاعضاء، جمهور الناشئين الصغيرين، غيروا النتيجه. انا كنت قاعد، غيروا النتيجه والحمد لله كسبنا، وكسبنا 3-0 الحمد لله. النجمه الرابعه مبروك لكل الاهلاويه، مبروك لحضراتكم ولكل الاهلاويه والجماهير الاهلي في كل مكان في العالم، اللي انا بحسه برضو انه موجود في كل مكان في العالم طبعا طبعا، يعني ان شاء الله تكون امتداد لبطولات قادمه. بس برضو عايز اقول للعبتنا ولجهازنا، لان انا بثق فيهم جدا جدا جدا، ان احنا مش هو ده املنا بس، لا في امل تاني. الامل التاني بطوله افريقيا باذن الله ان شاء الله باذن واحد احد. ومش بس الامل ده، ليه الامل الاعظم بالنسبه لنا كاس العالم للانديه. بس كاس العالم للانديه احنا رحنا وحققنا مركز هايل اللي هو المركز الثالث، عايزين نكسر ده وعايزين نروح يكون عندنا هدف، وانا هدف اعلى من ده، وده اللي انا متاكد ان شاء الله ولادنا بجهازنا الفني باعضائنا بمجلس ادارتنا بجماهيرنا كل دول هيدفعوا هذا الامر. وفي النهايه التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، احنا نعمل بس اللي علينا، ربنا بقى يوفق. ده موضوع نشكر الله سبحانه وتعالى ان شاء الله، يعني نحوز على توفيق الله باذن الله. ويتحدث عن الاهلي وبطولاته واهميه تواصل الاجيال واهميه ان الجميع يتكاتف، القيمه التربويه اللي في الموضوع، مبادئ الاهلي ازاي تحافظ عليها. بينده على مدير النشاط الرياضي بقول له كابتن رؤوف فين؟ قال من فضلك عايز اشوف المشهد اللي شفته في نهائي بطوله الكره الطائره، ان كل الناشئين والناشئات الصغيرين يبقوا في بطولات الاهلي الكبار في الماتشات الكبيره ويفهموهم يعني ايه النادي الاهلي، ويشجعوا ازاي ويتقبلوا الفوز ازاي ويفخروا بناديهم ازاي. هذه هي التربيه، هذا هو الاهلي، طعم الاهلي هو ده اللي حافظ علينا، اللي وصلنا لحد هنا، اللي شفناه، اللي كان بيتقال لنا
ولا ما كنتش لعيب، انما كنت قاعد ابص الناس كده بتتكلم على النادي الاهلي واقول يا سلام يوم ربنا قدرك انك تبقى جزء من جنود يدافعوا عن هذا الكلام. لا، لازم تقوم بدورك. ولذلك ما قاله كابتن خطيب ان طموحنا مش بس نوصل لافريقيا بالدوري ثم افريقيا، لا ده احنا عايزين ننافس على كاس العالم لو ربنا كرمنا، ناخذ بالاسباب. هذا ليس وعد، ما حدش يقدر يوعد حد بالبطوله، احنا نحاول وربنا يوفقنا. الا تاخذ بالاسباب. يعني ايه تاخذ بالاسباب؟ ان اعد فريقا قادر على التنافس على هذا الحلم. ما جيش بقى وانا مش عندي القدره اقول ان انا طالع اكسب البطوله. لازم اهيئ فريق يبقى عنده هذه القدرات، القدرات الفنيه والبشريه والتدريبيه والتكتيكيه والانضباطيه والطموح والحوافز كل هذا يأهلك انك تروح تنافس على بطوله. وهذا الوعد في حد ذاته يطمئني على المستقبل الكروي في النادي الاهلي، هذه اللقطه بالذات. ولكن المرحله الجايه بقى في مؤتمره، اولا شفت المنظر بتاع النادي الاهلي، شفت طريقته في السرد، شفت تحامله على نفسه وهو واقف لحد ما يقولوا له ما تقعد بقى ولا تركن بقى، ولا تحامل من اجل الاهلي. اهلي فوق الجميع، هو بدأها كده، اهلي فوق الجميع. يعني ايه؟ مش كلمه كده، كلمه لها معنى وشرحها. لكن ما قدرناش نجيب المؤتمر كله، ليتنا كنا خصصنا حلقه لهذا المؤتمر لان كل فقره فيه هنا هذا درس. ولكن ناس كتير عايزه تعرف هو الاهلي ده 3 اشهر دول عمل ايه؟ مول نفسه ازاي؟ ايه الصوره اللي كان عليها؟ وايه اللي لقاه؟ وايه اللي عمله؟ تعالوا نشوف الفيديو الجاي. زي معايير، ايه المعايير؟ ايه اهم حاجه؟ لوجو النادي الاهلي طبعا، ده الحاجه الكبيره بتاعتنا، الحاجه الاساسيه بتاعتنا. ثم النسر، العلامه النسر ده مهم جدا، النسر ده ليه معاني كثيره جدا جدا. ثم اللون الاحمر اللي احنا مفروض ان احنا ده شغلنا وده حياتنا، لكن لازم يطعم بلون قريب يبين يعني الشيء الجمالي، ويبين يعني روح شخصية الأهلي في كل مبنى. ممكن حضرتك تشوفوه دلوقتي، ممكن نقعد بقى يا شباب لو سمحتوا. نبتدي بقى نبص احنا ابتدينا ازاي. ابتدينا ادي المنظر الحالي اللي عندنا. يا ضماطي لسه ما تشاليش الصورة يا ضماطي، انا مش فاهم. وانا يا ابني كل ما اطلع افتح حاجة ليه في وشي. ادي يا جماعه، وده شيء نفتخر بيه، ده نفتخر بيه كلنا يا جمال بيه. الصوره الحاليه، لاحظوا معايا في الصوره دي، لاحظوا معايا في الصوره دي، الرصيف اللي قدام النادي، مدخل النادي 2 متر بس، 2 متر. فال2 متر دولت اللي داخل بعربيه او اللي داخل شال طفل صغير او اللي طالع من النادي في خنقه، الناس يا عيني بيستنوا بعض عشان ده يطلع وده يخش، عشان ده يعدي وهو بعدين يعدي، من كتر الناس مهذبه اعضائنا، بيساعدوا بعض. مش بس اعضائنا، المصريين كلهم ناس مهذبه، كلهم بيساعدوا بعض. لكن طب انت ما تحاول تساعدهم، ما تحاول تغير الشكل ده، ما تحاول تعمل حاجه ثانيه وتحل حلول احنا قريناها وبنشتغل عليها. لو شفنا الحلول دي نبص بقى على المنظر، المبدا بوابه النادي الجديده ان شاء الله، اللي هي بوابه النادي اللي هي ان شاء الله تم الاتفاق عليها خلاص، تم الاتفاق عليها خلاص. اتفضل، ادي المنظر. الحقيقه يعني انا عملت ده ولسه في كذا صوره بس مش هقولها دلوقتي. أنا أعوذ بالله، يعني طبعا قلت أنا كنت منتظر رد فعلكم، لأن رد فعلكم ده ثقة لينا، ورد فعلكم ده لازم تفهموا يليق بيكم أنتوا، يليق بالنادي الأهلي وبتاريخه. ده النادي، لوجو النادي، نسر النادي، الألوان اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بعد كده هتبقى موجودة في إن شاء الله في كل منشآتنا ومبانيها بإذن الله. نشوف بقى منظور تاني برضه للبوابة، ده منظور من فوق. شوفوا الحتة اتفتحت ازاي؟ اتحلت ازاي؟ أنا بشكر طبعا دكتور أيمن كمان وجهاز المشروعات. اتحلت ازاي؟
علشان الناس تدخل وتخرج بسهولة ويكون في بوابات إلكترونية كمان. نشوف منظور ثالث، ده من جوه النادي هيبقى الشكل عامل كده، وانت جماعه قاعد حضرتك في النادي جوه في كرسيك المفروض تستمتع بشكل كويس. هو ده النادي الاهلي اللي احنا المفروض جميعا نرتقي بيه، احنا واللي قبلينا واللي قبليهم واللي جايين، مش بتكلم على بس احنا يعني، بس احنا اهو جات لنا فرصه ان احنا نقدم ده. طيب كل ده هتمول ازاي؟ هل انشغل النادي الاهلي واستنى حد يساعده بس، ولا كيف وجد الاهلي وماذا فعل مجلس الاداره ده عشان الناس بس ايه تشوفهم صح وتشوف وتصدقهم صح؟ تعالوا نشوفوا الفيديو جاي. اول ما دخلنا، وده شيء ما عيبش بالعكس، لقينا رصيد، بس الرصيد الحقيقه انا كنت متوقع غيره، انا شخصيا كنت متوقع غيره، وسمعت الكلام ده او اتاكد لي هذا الكلام، وكان وبنيت احلام كثيره جدا من برنامج الاهلي ومنشآت النادي الاهلي على الرصيد اللي جالي وعلى الرصيد اللي انا سمعته. لكن لما دخلنا، مشكورين جدا الساده الزملاء السابقين، كانوا سايبين لنا رصيد في النادي الاهلي 49 مليون جنيه وكسور. الفتره اللي فاتت في اسعار ارتفعت، في مرتبات ارتفعت، في اسعار الملابس ارتفعت، حاجات كتير. فال 49 مليون دولت، وانا مش عايز يعني الحقيقه بقول لك بشكر جدا المجلس السابق، لكن ال 49 مليون جنيه دولت ما يكفوش النادي الاهلي شهرين. شهرين اثنين بس. 17.5 مليون جنيه مرتبات النادي الاهلي، مرتبات العاملين واللاعبين في النادي الاهلي شهريا. هنا بقى رصيد النادي اللي انا اتكلمت عليه بعد اللي انا اتكلمته دلوقتي، قلت عملنا 1 2 3 4 5 6 حاجات اشتغلنا عليهم عشان نعمل ايرادات في النادي الاهلي. الايرادات ارتفعت لهذا الشكل. مش عايز اقول انها وصلت النهارده وانا بكلم حضراتكم، يعني مش عايز، تقريبا ست اضعاف اللي كان موجود. الحمد لله رب العالمين. 300 مليون في 3.5 شهور او اقل من النص، اصبح في خزينة النادي الاهلي كانت 49 مليون جنيه وكسور، وصلت دلوقتي الى 300 مليون جنيه. وهو على فكرة شرح شرح ازاي، شرح ازاي جزء كبير جه من اشتراكات، اتعمل لجنة للاعضاء الجدد، لجنة من 4 برئاسة الاستاذ العمري الفاروق والدرندالي واعتقد الكفراوي لا العضويه اعتقد محمد الجرحي والضماطي، لا لجنه وطارق انديل، لا يا سيدي لجنه العضويه ابراهيم الكفراوي، العمري فاروق، الدرندالي، اعتقد حد من يا الضماطي يا جرحي مش فاكر. دي لجنه العضويه. لجنه العضويه عشان بسرعه تجمع، بسرعه في خلال شهر وصلنا 150 مليون جنيه. وخلي بالك ان كل عضو يتعمل له انترفيو مقابله. انت متخيل انا كنت اخش النادي الاقي ناس كتيره مستنيه المقابلات. فادي الخطوه الثانيه، الايمج بتاعك بسرعه. لعبت ماتشات وحققت مبالغ بسرعه، عرضت لاعبين بسرعه، عملت حاجات. إذن كان في هناك حراك من أجل أنك تعمل الشهرين دول يكفيك مثلا آخر السنة، لأن أنت 50 مليون يقضوك شهرين، 300 مليون يقضوك لآخر السنة بإذن الله أعباء، وتبقى عندك الوقت والرفاهية أنك بقى تطرح بقى البث التلفزيوني، تطرح الرعاية، وتطرح اللي كل حاجة من اللي شرحها الكابتن الخطيب سوف تؤدي إلى زيادة منطقية. بالظبط. اللي يخش على النادي الأهلي ده ويصب على النسر كده ويخش من البوابه هيتكسف، لازم يخش وهو جيبه مليان ويخش ما زاد عارف هو داخل فين. كل هذا له علاقه ان تضع الهيبه، تعظيم القيمه، تعظيم القيمه، الهيبه، هيبه النادي الاهلي ستراها في كل الفروع. وتحدث بعد كده في تفاصيل كثيره مش عارف هنقدر ناخدها، ما اظنش. بصوا يا جماعه، هي على المنشآت في كل فرع لوحده، لكن هذا الكلام ده دور المجلس ودور شغله، ده شغله
ولكن أليس للمحبين دورا؟ قول رأيك وجاوب على السؤال. هي الفكرة مش بوابات والنسر والفخامة والأناقة والقيمة العالية اللي انتوا هتلاحظوها، انه كابتن الخطيب قال انه حريص ان كل مقرات النادي يبقى فيها شخصية الاهلي، اي مكان هتروحه وانت ما انتش شفت اليافطة هتقول ده النادي الاهلي، هي دي الشخصية. بس جزء من الموضوع عشان يبقى له مردود مادي هو ده الايمج او القيمة او القيمة اللي انت بتعظمها لهذا المكان وهذا الكيان، ده هيعود بالفوائد الكبيره جدا في كل حاجه. انت بتتكلم على نادي له هذه القيمه، جمهوره عنده هذا القدر من الزهو والفخر بيه، اعضائه عندهم نفس الشغف والاهتمام بالانتماء للاهلي، والاعضاء الجدد هيكونوا حريصين على، انا اعتقد انا شخصيا في 3-4 اصدقاء بعد هذا المؤتمر كلموني عايزين يعملوا عضويه. بص يا استاذ ابراهيم، هو ده اهم حاجه في الموضوع، المباشر والسريع اقتصاديا لتعظيم القيمة. بالظبط كده، تعظيم القيمة والهيبة. سبحان الله، كنت عايز أقول حاجة حاجة مهمة جدا. توحيد قرار مهم جدا، توحيد شخصية الأهلي في منشآته وفي مداخله ومخارجه لها مردود معنوي هائل. أولا الربط بين المقرات، اي عضو نادي يخش هنا يخش هنا يخش هنا يشعر انه في النادي الاهلي، في النادي الاهلي ليس غريبا، مش هيكلم ويقول انا في الشيخ زايد، هيقول انا البوابه دي دخلت بخشها في كل حته. ها كمان الكواليتي، التكافؤ، مستوى كله زي بعضه، كله زي بعضه. هذا هو المشهد الذي سفر، ده الشارع اللي كان يعني البوابات الخلفيه، ده استغلال الاسوار، فكره استغلال الاسوار والشوارع الجانبيه، هتحط عليه اعلانات وبتاع، وده بيقول لو وافقوا عليه لسه ده قيد الله هيبقى كده او في تعديل بسيط. لكن شخصيه الاهلي خلاص واضحه. طب النسري ده لما تقابله طبعا جسمك فيه اشعر طبعا، فالنسر الهيبه والقيمه، تخش بقى على النادي الاهلي كده، خش لي انت كناشئ كده بتبص للكلام ده، انت هتدافع ان يحلق هذا النسر عاليا من صغرك، تعظيم سلام. هذه كاريزمة الرئيس على فكرة، دي كاريزمة رئيس النادي الأهلي لما يكون عنده هذا التقدير وهذا الإحساس بقيمة الأهلي. من فترة طويلة وإحنا بنكلمكم على قيمة الرئيس، الكاريزمة اللي الحمد لله ربنا وهبها للكابتن محمود الخطيب، ومعاها وهبوا فضيلة الامتنان بالفضل، امتنانه بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى لدور النادي الاهلي عليه كواحد من النجوم المهمه جدا في تاريخ مصر، خلته يبقى عنده هذا القدر من العرفان والامتنان والرغبه في انه يتحمل على كل الامه عشان يسعد الاهلاويه. بس كمان المنطقه المهمه جدا، منطقه المحبين والداعمين والرغي الكتير في الفتره التي تشهد اللي فاتت اكبر قدر من العبث. كابتن الخطيب راح لها وش اتكلم في هذه المنطقه بكل الحب بكل الوضوح وبكل الحسم. نسمع. هنا النادي الاهلي غني بمنظومته بتاريخه وبجماهيره وباعضائه، كمان غني بمحبيه، وعشان غني بمحبيه احنا فكرنا عشان انا اسف يا شيخ الله، احنا فكرنا ان احنا ازاي نفكر للمستقبل وازاي نجيب استثمارات كبيره، وناقشنا هذا الموضوع مع الدكتور فاروق عوده، الاستاذ ياسين منصور، الاستاذ محمد نجيب، ازاي نعمل كده، ازاي عايزين يبقى عندنا مراكز خارج جوه مصر وخارج مصر، ازاي نعمل استاد كبير، استاد عالمي كبير، هيتكلف ايه؟ لا ده مليارات، تتكلم في موضوع تاني بقى. هنا يجي دور مين بقى؟ يجي دور ناس تانيه مستثمره او ناس تانيه محبه. هنتكلم عن المحبين الاول. الاهلي غني بمحبيه، واللي احنا فكرنا فيه وقلناه في برنامج الاهلي جذب الناس. لازم جمله كلكم ترددوها، الاهلي جاذب للجميع، الاهلي جاذب للجميع، والجميع يسعى للاهلي، ولكن الاهلي ممكن يتعاون مع الجميع لكن ما بيروحش لحد، ممكن يتعاون مع الجميع.
من خلال ده برنامج كان حاجات كتير نتكلم على محبين. الفترة اللي فاتت لما حكينا رؤيتنا لناس كتير، لما حكينا الرؤية لناس كتير، ناس والله يعني أنا سعيد جدا بده وسعيد جدا بالصرح اللي احنا فيه ده. فعلا فعلا ربنا أنعم علينا وأكرمنا احنا موجودين جوه الصرح ده. لقيت ناس مصريين كل واحد فيهم بيجي لي على الفرات كده، أنا عايز أساعد، شوف حضرتك عايز تعمل إيه، لو عايز أساهم بفلوس، لو عايز أساهم برؤية، لو عايز أعمل مشروع، أنا عندي مكتب هندسي أعمله كل ده ببلاش. لقيت مشاعر ناس فياضة وعملوا كده وعملوا ده، وفي ناس ده برعد بفلوس بس مش عايزين هم يقولوا أساميهم. مش بس مصريين، دول محبين بقى، مش أعضاء في النادي بس محبين للنادي، محبين لخط سير النادي اللي احنا ماشيين فيه. حاجة تانية، في محبين عرب، ما حدش قادر، ده احنا كل المحبين بتوعنا في كل مكان في العالم. المحبين العرب لقيت برضو الناس كلها عايزة تخش وعايزة تساعد، ثقة منها الأهلي وعظمته، وثقة منها ان اللي بيتقال من إدارة الأهلي والفكر اللي اتقال من إدارة الأهلي هيجلب عليهم، هم عايزين يساعدوا كمحبين وهيجلب عليهم كمان المادة والاستثمار لو دخلوا كمستثمرين. ده خلي بالكم كل دي أفكارنا إحنا. علشان كده نبتدي الإمارات العربية المتحدة أحد الشيوخ من الإمارات الشقيقة، محب جدا للنادي وراجل كبير في السن، ومن أيام الله يرحمه صلاح سليم، كابتن صلاح سليم، ومع كابتن حسن حمدي، ومعايا علاقتنا من سنة يعني 70 ولا 71 ولا 72 في تلاحم. والراجل بيدعم من غير ما يتكلم، من غير ما يقول. عشان كده كويس، أنا كنت في يوم ماتش السوبر في العين في الإمارات، حضرت الماتش، تليفون من الشيخ قال لك كابتن عايز أشوفك شوية، ما تعالى نتغدى سوا. كنا مختلفين عن مجلس الإدارة، ناس هتسافر من أبو ظبي وناس هتسافر من دبي، فأنا قلت له أنا نازل على دبي، أنا هركب من دبي. فرحت اتغديت معاه، وبعدين العشاء جه أعضاء مجلس الإدارة استضافنا برضو على العشاء في مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة، وأنا معاه في الغداء، كابتن محمود أنا عايز أساعد بأي حاجة، وزي طبيعتي محدش يقول اللي أنت عايزه إيه، قلت له أنا مش عايز حاجة، إحنا لو احتاجنا حاجة شيخ أنا متحافظ هو على نقول اسمه يعني، أنا هطلب، لأن أنا مش بطلب لنفسي، أنا بطلب للنادي الأهلي لو حصل وإحنا يعني عايزين حاجة. نزلت مصر ثاني يوم الصبح، بعديها بيوم واحد حول $1,000,000 للنادي الأهلي لوحده كده، وطلب، كلمته أشكره، قال لي اسمي ما يذكرش وصورتي ما تطلعش. خلاص يا طبعا ده عهد بيننا ومن بعض. $1,000,000 دخلوا حساب النادي، بس قلت له لازم عشان مجلس الإدارة، عشان احنا في بلد لازم كل حاجة فيها تقيد، كل حاجة تتأيد، احنا في بلد لازم اقول اسمك في مجلس الإدارة. لان مين اتبرع؟ قال لي خليه على مجلس الإدارة فقط. كويس، قلت له مجلس الإدارة والجهة الإدارية، خليه على مجلس الإدارة فقط. وحطنا فعلا اسمه مجلس الإدارة باليوم اللي اتبرع فيه، بالتاريخ اللي اتبرع فيه. واحد تاني، الأستاذ عمار السني إمام، سوداني مصري، سوداني مصري، أهلاوي فظيع، جه برضو عايز يساهم. كويس، قلت له برضو عمار نفس الكلام، لو احتاجت حاجة هنقول لك، لو احتاجنا حاجة هنقول لك. فعمار جه كام يوم وتبرع، أنا عارف ان في مؤتمر او مش مؤتمر، انا ما سموش مؤتمر، خلي بالك ده مش مؤتمر، ده لقاء مع اعضاء نادي ومع السادة الاعلاميين، لقاء وليس مؤتمر. قال لي انا عايز اتبرع ب1,000,000 جنيه. عمار شكرا، شوف عايز توجهه ازاي. عمار حط ال1,000,000 جنيه، قال منه الحفلة دي او اللقاء ده على حسابه بالكامل، يعني النادي الاهلي مش متكلف ولا مليم في اللي احنا فيه ده دلوقتي، ولا مليم. والحاجة التانية بقية المبلغ يتحط في خزينة النادي. ده برضو محب. نيجي برضو لأحد المحبين التانيين، المحب آخر
المحب الآخر تركي آل الشيخ من قبل الانتخابات، والراجل حقيقة مساند وداعم، واللي انت عايزه يا كابتن برضو نفس الكلام، احنا مش عايزين حاجة، لما ان شاء الله نوصل ويكون عندنا حاجة نحتاجك هنقولك. هنا محب، دور المحب لبلده لمصر، طبعا بلده الأول السعودية والمصر كويس، وللنادي الأهلي محب جدا، وأنا شفت دوت حسيته راجل محب لمصر جدا ومحب للنادي الأهلي جدا جدا جدا. الحقيقة في خلال الثلاث شهور اللي فات أنا اتكلمت على شوية موارد، لكن التمويل النقدي سيولة اللي هو حطها جوه النادي، ثم مساعدته في إعارات اللاعبين وتطبيل أو يعني الرقم اللي راح باللاعبين زاد الضعف عن طريقه، لازم الناس تاخد حقها، ثم تسهيل بعض المباريات الودية اللي دخلت للنادي ما يقرب من حوالي 800,000 دولار برضو، غير النادي بيطلبه، غير النادي يعني انا بطلب، انا الحقيقه بنطلب احنا دلوقتي 200,000 دولار او 300,000 دولار حسب البلد. احنا لعبنا ماتشين خدنا واحد فيهم 350 وخدنا واحد فيهم، خدنا واحد 350 وخدنا الثاني في نص مليون دولار بس عن طريق تركي آل الشيخ. لازم الناس دي نشكرها، ما ينفعش. الحقيقه بقى كمان اللي تتقال في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا دولت، يعني دعم غير مسبوق في تاريخ النادي الاهلي خلال ثلاث اشهر، غير مسبوق في تاريخ النادي الاهلي. لازم عشان كده انا بتقدم له بالشكر وبشكره جدا لحبه للنادي الاهلي. هذا كلام جاء في توقيت عشان يرد على كل الناس الصائدون في الماء العكر. الصائدين خليك الصائدين في الماء العكر، وخطأ أتحمل. الصائدين في الماء العكر عايزين ايه؟ العلاقه دي عامله لهم هسهس رعباهم. ليه؟ الله، ده صد، ده الراجل ده بيحب الاهلي فعلا، ده الراجل ده بيدي الاهلي فعلا، ده الراجل ده فاتح السقف مع النادي الاهلي فعلا. وعلى فكره كل ده من ماله الخاص، ولكن ايوه دي الجمله مهمه دي، من ماله الخاص. لكن اللي رعبهم بقى اكتر هو تعرف انت في الملاكمة ايه؟ اما مش عارفين يطولوا الوجه فيبتدوا يهمدوا الدراعات الاول. يخبط في الدراعات، يخبط في الدراعات لحد دراعاتك ما تدلدل. بس احنا دراعاتنا مش هتدلدل. ليه؟ لان الحب الذي قدمه هذا الرجل الكابتن الخطيب وصفه محب جدا جدا جدا. ودعم غير مسبوق. ودعم يعني اذا مجلس الاداره بقياده كابتن الخطيب يثمن ويقدر تماما دور من يقف بجواره. ولكن التلطيش بقى وتليح الكلام لانه مش عارفين يبقى عندهم حاجه كده، هم خايفين على اللي جاي. خايفين من اللي جاي. لما الاستاذ كرم كردي يتمنى فيكتب الحقيقه من وجهه نظره، اصبح المشروع سراب. كويس؟ وبعدين تليح كلام ومش عارف ايه، ويصف العلاقه بالوصف اللي ايه في استفزاز شويه، قال يعني ده هيضايق اعضاء الاهلي ولا هيضايق الاهلاويه ولا هيضايق مجلس الاداره اللي هم اكبر منهم كلهم. لان هذه بيفكروني بجاليفر، كان في قصه في بلاد الاقزام لما يعني ربطوه وبقوا يضربوه بالدبابيس فاكرينها رماح. هم القاء الدبابيس على الاهلي هتشكشك، لكن لن تدمي. الاهلي يدرك ويروح قايل لك الكلام اللي يستفزك، ده بيديرك، ده مسيطر عليك، القرار الاهلي مش من دماغه. هنشوف الردود. لا، قرار الاهلي من دماغه جدا، لان لا يفعل شيء معالي الترك قال شيخ الا بالاتفاق مع النادي الاهلي وبناء على رؤيته. الجمله المهمه في السياق ده اللي قالها كابتن خطيب، واللي اعتقد لازما الكل يرددها والكل يعيها، الاهلي جاذب للجميع. قوه الاهلي وقيمه الاهلي ونجاح الاهلي تجذب، وشفافيه الاهلي تجذب، وسيرته وتاريخه، خلي بالك من الشفافيه، ونجاحاته وبطولاته ونجومه تجذب كل الجميع انه يتعامل معاه.
فاكرين لما كانت مقوله اصل الاهرام بتصرف على الاهلي؟ ايوه. اصل الكابتن حسن حمدي استبدلوه بيدي الاهرام غير الاهلي غير بقيه الانديه. كانت وقتها عقد رعايه الاهلي بدا من مهندس عدلي شرح لكم التطور بتاعها ازاي بداها سنه 95 ب 300000 جنيه وصلت اخر عقد للاهرام 150 مليون جنيه. طب مش الاهرام خرج من مشهد رعايه الاهلي بعد مزايده فيها يعني بفرق 250000 جنيه عن صله. شركه سعوديه شركه صله تاخد عقد رعايه الاهلي تقريبا ب 257 او 47 شركه كفيله اللي هي المفترض تنتهي خلال ايام والاهرام خرج بره الموضوع بره المزايده بفارق 205 ده مهم. والكابتن حسن الراجل بفارق مش كام؟ في المسؤوليه 250000 جنيه يعني لو صله ما خدتش كان الاهرام هياخد اقل 250000. الناس دي هتتعب قوي هتتعب قوي باذن الله تعالى لما يتابعوا الممارسه الجايه لعقد رعايه النادي الاهلي بالفخامه والقيمه والمكانه اللي عليها هيتعبوا قوي. بس الكابتن محمود الخطيب في كلامه عن علاقه المحبين بالنادي حط نقطه كبيره قوي قوي على حرف بارز وملتهب. نشوف. قبل ما اتكلم بقى على ده برضو مش هعدي ده مش هعدي اللي انا بقوله لحضراتكم. انا قلت في الاول في عتاب للساده المؤيدين المجموعه دي ومؤيدين المجموعه دي. احنا اهلي احنا الاهلي ندي امثله للناس كلها. احنا مش نادي تاني احنا النادي الاهلي. الناس كلها تتلم والناس كلها تعرف دورها جوه النادي الاهلي. ومن هنا برضو دلوقتي بسمع رغي كتير. انا مش من نوع على فكره ولا بفهم في الفيسبوك دوت ولا عمري دخلت فيه ولا والسوشيال انا ما بعرفش الحاجات دي انا ما بعرفهاش وما بحبهاش. ولكن سمعت اللي برضو رغي كتير وعلاقه تركي بالاهلي وبالخطيب والكلام الخايب ده. ده كلام خايب. ليه؟ النادي الاهلي باللي انا قلته ده كله المنظومه دي والتاريخ ده كله كويس منظومه مؤسسيه. لا احد يعني مع احترامي الكامل لتركي او غير تركي او اي واحد مستثمر ان يخترق هذه المنظومه لا احد يقدر يستطيع ولن نسمح لاحد على عين والراس كمستثمر وعلى عين والراس كمحب. ولكن لحدود النادي الاهلي وهو الراجل ما تعداش حقوقه حدوده الحقيقه كان بيجي يكلمني انا عايز اعمل انا عايز اكافئ اللعيبه انا مش لا دي دلوقتي دي استنى شويه لازم ياخد رايي. فهنا خدوا بالكم اللي بيحاول ان هو يعني يبوظ هذه العلاقه احنا مش هنسمح له. لكن اللي باكد عليه النادي الاهلي منظومه لا تخترق ولن نسمح لاحد ان يخترق النادي الاهلي تحت اي ظروف. هو ده مسألة اختراق الأهلي لعبة بقالها 4-5 سنين تمارس. والاختراق في الإعلام كان البداية. هو عايز يخترق قيمك يخترق تقليدك يخترق هيبتك يخترق بالإشاعات كل شيء إيجابي عندك يخترق علاقاتك. هو الكابتن الخطيب هو ليه بيقابل الناس دي كلها؟ لأنه محمود الخطيب الرمز في النادي الأهلي الأهلي الكبير جدا. فجاء علاقته على فكرة بتركي آل شيخ هو أشار إلى كيف وقف تركي آل شيخ بس ما أعرفش جات ولا هتيجي بجانب الأهلي بكل علاقاته. قدمه هنا وقدمه هنا وقدمه هنا والناس بقت متلهفة وبترحب بيه. ده معناها إيه؟ معناها إن الناس بتنتهز الفرصة تتعرف على النادي الأهلي. فالمحب مش بس بفلوسه ده قيمة المساندة من معالي تركي آل شيخ انه وهو الرجل القوي ورجل الرياضة تقريبا الاول في الرياضة العربية دلوقتي لانه رئيس اتحاد الكرة العربي والمسؤول عن الرياضة في المملكة. هو 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 بعلاقاته القوية يقدم النادي الاهلي ويكون همزة الوصل بين محبين كتر ومستثمرين. ايوه وحتة الاستثمار مع النادي الاهلي ما فيهاش حد بيجبي على حد. مصالح مشتركة مبنية على الحب ولكن على الثقة. الثقة في القدرة اما احط قرش يرجع لي مضاعف.
ثق على المكان أنه مكان شفاف نظيف، هذا هو المعنى. فأعتقد أن كلنا شفنا هذه المعاني في الفترة من خلال، على فكرة في فقرات كتير جدا كنا نحب نقدمها لكم، ولكن احنا انتقينا بعض الأمور اللي بنتوقف عليها. ولكن فيديو 38 ولفتت إكبار لرمز قديم عند صعوده لمنصة التكريم اللي كان جزء من هدف هذا المؤتمر، الوفاء، الوفاء، والذي قال الكابتن الخطيب أنه يعني أول مرحلة فيليها مراحل أخرى بمعايير أخرى. القطفة الأولى، القطفة الأولى. فالقطفة الأولى كانت للي فوق 75 سنة في الألعاب المختلفة، هذا هو المعيار اللي اختاروا عليه لاعبي كرة القدم ولاعبي ونماذج من ألعاب فردية وألعاب جماعية أخرى في نموذج للوفاء الحقيقة. نشوف الكابتن الخطيب، أنا هقول قيمة هذا الأمر، حتى في تعبه وألمه لظروفه الصحية اللي ما كانش قادر يقوى أنه يقف فترة طويلة، مع كل الرسائل المهمة جدا اللي كان عليها أعضاء وجماهير النادي الأهلي عن الواقع بتاع النادي الأهلي وخطواته المستقبلية، بيكرم التاريخ، بيكرم الماضي، وفي كل جملة كان بيقول، وده الحقيقة والله ده النموذج اللي بيقدم مش للقيادة الرياضية، للمسؤول عامة أو حتى للإنسان العادي، العرفان بالفضل والجميل للناس اللي ساعدوه. شوفوا حد في نجومية وقيمة محمود الخطيب في كل جملة. الناس دي الكباتن الكبار هم اللي علمونا، الكباتن الكبار اللي ربونا، الكلام ده سمعناه من كباتننا، العرفان والامتنان وتقدير الناس دي قيمة أخلاقية بجد. عشان بقول لكم كده، المؤتمر كان فيه تجليات كتيرة جدا من رسائل أخلاقية قبل ما تكون رياضية أو أهلوية. شوفوا الكابتن الخطيب في تعبه بيتحامل إزاي ويستقبل أحد أبناء الأهلي الكبار. الكرة الطائرة رجال، كابتن سيد مصطفى. سلام يا خطيب. بص يا حبيبي، الكابتن سيد مصطفى لمن لا يعرف، واحد هو الكابتن عبد اللطيف، كان ابو الاشبال في بس في الكره الطايره، ابو الكره الطايره بنات، اللي استلم منه رؤوف هشام بدراوي، وبعدين رؤوف عبد القادر. كان هو يعني ابو قطاع كره الطايره البنات في مصر والناشئين الولاد. كابتن رؤوف ساعتها قال لي ده اللي طلع عمرو علوان. ايوه الكبير. رجل من هو كنت مسميه مصطفى حسين بتاع الايه الكره الطايره. الكابتن سيد مصطفى كان في تيوه، ربنا يديله الصحه. كنت تشوفه في عنفوانه يعني على شنبه ويقف وصجرين، كانت الناس تشيل همه لانه كان قوي، كان صوته جهوري وكان معمول حسابه. ده اخو مين بقى؟ اللاعب الدولي عادل مصطفى والكابتن طلبة اللي كان في مدرب برضه واداري ناجح، وكان مدير حمام السباحه، وعائله كبيره من ال مصطفى في الكره الطائره. كابتن خطيب عندما نبه الى انه يعني له ظروفه الخاصه، اهو ده كابتن عبد اللطيف. يا ايامك يا ايامك يا كابتن، حقيقي. وبرضه الكابتن خطيب نزل له خطوتين
وطلع بيه. وهو متحامل على رجله، متحامل على آلامه، واحنا هنا مش عايزين نفضل نشيد اكننا يعني، بس الواحد هيقول ايه؟ ما هو في لقطات لا انت بتشيد عندها بالقيمه، انت يعني بتشيد انا بشيد على اللقطه يعني انت بتشيد بالقيمه عشان هنا ما فيش تمييز، لان انا متالم يعني. في ناس تقول لك يا اخي بقى يعني قوي ما بلاش دي مش قوي كده، هو عاملها من قلبه لان هو متالم. طب ما هو يعني هين عليه يطلع وينزل. الشعار ده عاجبني جدا جدا جدا، لان انا يعني كنت مقترحه لاني كنت عايز اخرج بره اطار الطبق التقليدي والكلام ده. ده جميل قوي ويسعد اي انسان هذا الشعار المستمر، ان نسر الاهلي ده لازم يبقى ايقونه كلنا نهتم بيها. طيب الكابتن محمود الخطيب بقى كلمه الختام نشوف بقى كيف ختمه. مهرجان العرفان والانتماء والصراحة والوضوح والمعاني والدروس والقيم والتقاليد والوفاء الكبير في ختام هذا اليوم المتدفق بكل هذه القيم والمعاني كانت كلمة الختام. يا جماعة بس عشان الوكيلات فكرة واحدة هنا، أنا عايز أختم بعد إذن حضراتكم. عزفتم اليوم دوت، لا بشكركم جدا جدا لحضراتكم ولوجود حضراتكم، وفعلا سعدنا جدا بلقاء عائلي ولقاء اسري. وهنا عايز اقول كلمه مهمه، النادي الاهلي ما بينساش وعوده، الاهلي ما بينساش وعوده، الاهلي ما بينساش رواده، الاهلي ما بينساش جماهيره، الأهلي ما بينساش أعضائه العاملين ودعمهم الكامل لينا أو للأهلي. النادي الأهلي ما بينساش الإعلام اللي هو داعم. النادي الأهلي ما بينساش مبادئه، ما بينساش مبادئه وتاريخه السابق، المبادئ والتاريخ السابق اللي هو ممكن يتاخد قرار من في التاريخ وفي السابق وفي الحاضر، ممكن يتاخد قرار لحد مهم جدا، لاعب، مسؤول، اي حد يستبعد لو في صالح النادي الاهلي. فالنادي الاهلي ولا بينسى رواده ولا جماهيره ولا اعضائه ولا تاريخه ولا مبادئه، هو ده النادي الاهلي. بشكركم جميعا، نشوفكم على خير ان شاء الله. هو ده النادي الاهلي، كلمات التي كنا نحارب من اجلها. هذه المعاني كانت قضيتنا وما زالت وسوف تظل، سواء من خلالنا او من خلال من يحملون الشعلة بعدنا، والتي يجب ان يتوارثها الاجيال زي الشعر الاولمبية كده، يتسلموها ويفضلوا لا تخبو ابدا. الأهلي لا ينسى وعوده، والكلمة اللي أشار ليها الكابتن محمود الخطيب، الأهلي بياخد قراراته من تاريخه ومواقفه الكبيرة جدا اللي ممكن رئيسه ياخدها في ظرف من الظروف، هي نابعة من عمق التاريخ وامتداد لسلسلة كبيرة وطويلة من المواقف والقرارات. عشان كده كان مسك الختام مننا إحنا لهذا اليوم. الفيديو اللي جاي، الفيديو اللي جاي ربما يكون مفاجأة للكابتن محمود الخطيب نفسه، لأنه لعله لا يذكره ويمكن ما شافهوش. الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي وهو رئيس للنادي الأهلي وقتها في السبعينات، بتسأله المذيعة التلفزيونية اللامعة نجوى إبراهيم في حوار تلفزيوني عن احتراف محمود الخطيب، الخطيب هيسيب الأهلي، هل ممكن؟ الكلام ده قديم قوي، يأكد المعنى اللي لسه قايله محمود الخطيب رئيس النادي. نفكركم بالفيديو التاريخي. كابتن فريق عبد المحسن مرتجي رئيس النادي الاهلي، اهلا بك معنا في البرنامج. اهلا يا فندم. في البدايه نحب نعرف رايك في كابتن خطيب. الكابتن الخطيب في الحقيقه خامه ممتازه، وربنا يبعد عنه الحسد ويبعد عنه الغرور.
وان شاء الله هو هيدي مصر اكثر من اللي شافته مصر. تفتكر انه كابتن خطيب في يوم من الايام كان يحترف؟ ما اعتقدش انه هيحترف لسبب واحد. كابتن خطيب لو اعطي مال قارون مش حسيب النادي الاهلي ولاء واخلاصا للنادي الاهلي، وعلى ذلك هو مش هيحترف الا اذا كان يبقى الاحتراف هو القاعده هنا في مصر، ويبقى النادي الاهلي لعبته محترفين هنا الخطيب هيحترف. يعني لو فكر اي نادي يشتري الكابتن خطيب مش النادي الاهلي مش هيوافق؟ اعتقد مش النادي الاهلي، في اوروبا، في اوروبا او غير اوروبا، انا اعتقد الخطيب هو اللي مش هيوافق مش النادي الاهلي. وبعدين لما نيجي احنا نوزن الخطيب بالمال فما اعتقدش انهم هيدفعوا لنا المبلغ اللي احنا مش نامل فيه، اللي احنا نقدره يعني نقيمه بيه الخطيب. فريق مرتجي، تفتكر حضرتك مباراة توقعت ان الخطيب هيبقى نجم المباراة فيها وخاب املك؟ والله هو خاب املي في مباراة الشرقية، ولو ان هو بيقول انا مرضتش اعمل حاجة في الشرقية لانك انت شرقاوي فحبيت ان انا اكرمك. طب هدف احرزه كابتن خطيب ومش ممكن هتنساه ابدا؟ متهيألي الهدف بتاع المحلة الاولاني. فريق مرتجي، يمكن الجمهور يسأل، في نجوم في الكورة بتظهر وبتلمع لفترات وفجأة بتختفي وما حدش بيعرف عنهم حاجة، مش يمكن احنا دلوقتي بنعتز بالخطيب ونحاول ان احنا نعمل له مستقبل بحيث انه ما يختفيش ابدا حتى بمرور الوقت؟ هو وما فيش شك ان كل لاعب هيختفي في يوم ما، لان السن هيكون هو عامل الاختفاء، انما اللي احنا عاوزين ان احنا نطول المدة بتاعة السن. علشان نطول المدة دي مطلوب جملة مطالب من اللاعب علشان يستمر نجم في المدة دي كلها. اولا يعتني بنفسه، يعتني بصحته، ويبتعد عن الانحرافات والتضحية الوجبة. وانا اعتقد ان كل الحاجات دي في الحقيقة والحمد لله متوفرة في محمود، وانا بعتقد ان محمود حيلنه في الملاعب نجم الملاعب لمدة طويلة اكثر من اي نجم حصل في مصر. كم سنة تعتقد انه نجم كرة القدم يعتزل؟ انا ما اقدرش اقول، يعني في احنا شفنا ناس اعتزلوا في سن 50، طالما هو معتدل فهو يقدر يستمر لسن 40. كابتن خطيب، مش عايز تسأل فريق مرتجي اي حاجة؟ الحقيقة في مرتجي انت يعني حضرتك اولا ما سبتيش حاجة عشان اسأله فيها. وبعدين ما فيش ان بس يعني اسأل لي انا شغل سيادته ايه للسنتين للنادي الاهلي فيهم خد بطولة الدوري العام. بعد فترة مثلا احنا حسينا كلعيبة وكجمهور، يعني هكلمك واحد من جمهور، يعني النادي الاهلي ما كانش كويس فيها. ما فيش شك ان احنا ان انا كنت في منتهى السعادة ان احنا نستمر على بطولة الدوري لسنتين متتاليتين بعد فترة انقطاع مدة طويلة. وطبعا ده بمجهود اللاعبين بتوعنا ومجهود المدربين والاداريين ومجلس الادارة، واحنا بنرجو ان احنا نستمر على كده. وبعدين انا مقتنع تمام الاقتناع ان كل من جد وجد، وطالما ان الواحد بيخلص في عمله ان شاء الله هيكلل مجهوده دائما بالنجاح. مبدئيا دي التلفزيونية النجمة الكبيرة فريدة الزمر. انا قلت نجوى ابراهيم بس هي فريدة الزمر، ربنا يديها الصحة ودائما وابدا تكون في قمة تألقها. لكن يا حبيبي الكلام ده 1976. يا حبيبي انت شاطر، بس تصلح لي قواعد الصرف والنحو. لما صلح لك انا ما تنسبش الفضل لاصحابه. لا لا، المهندس عادل هو اللي عارفها. بس قبل ما يعلق، تحب تعلق ولا احب اقرا؟ لا لا، انا بعلق على برضه فخامه النادي الاهلي. هي الخطيب والخطيب واقف وبينهم درع الدوري، نجم النجوم واقف في اذعان، ورئيس النادي يتحدث عنه بكل هذا التقدير والسمه الرقي في اللغه، وهذا هو الاهلي. تشعر بفرق من 40 سنه؟ هسالك سؤال، تشعر ان التاريخ بيعيد نفسه؟ صحيح. تشعر؟ تشعر. ولو جبت لقطات لكابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي تشعر ان التاريخ بيعيد نفسه. بص، كابتن خطيب جاءه عرض احتراف، وانا كنت عضو مجلس اداره في السبعينات، فانا نازل من السلم من فوق كده فلقيته واقف كده، هو له طبيعه كده يعني فيها حزن شجن. يا كابتن في ايه؟ يا كابتن محمود في ايه؟ خير خير؟ قال لي انا عايزك والله ما تساعدني. قلت له في ايه؟ قال لي انا جاي لي عقد احتراف في الامارات،
وجاي لي مبلغ كابتن عدلي خطير جدا ومش عارف اعمل ايه والله. قلت له جاي لك بعد عرض مونشن جلاد باخر للاهلي. لا 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 ده بعدين. مونشن جلاد باخر ده تطور تاني. كان لسه هو طالع يعني كان لسه رقم كبير جدا. 50,000 دولار في السنه. شوف في السبعينات. فالمهم انا افكر اعمل ايه. طب وانا مهما نصحته قلت له اسمع اسمع تثق في الكابتن صالح سليم. قال لي طبعا. قلت له هو قاعد في صالون هناك اهو على فكره هو هيقول لك الراي سليم يعني مش هيقول لك بقى ان هو بانانيه بقى اقعد او بانانيه امشي. مفيش دخل ربع ساعه ورجع لي. قلت له ايه خدت ايه؟ قال لي لا انا قاعد. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي كابتن قال لي شويه كلام انا اقتنعت. قال لي انت لو طلعت النهارده هتطلع وانت مش ناضج مش هتاخد حقك يا تنجح يا تفشل والفلوس اللي انت واخدها وفاكرها كتير قوي دي لا تقارن بقيمتك. انت قيمتك لو يوم ما موهبتك تتاكد والناس تشوفها كويس اضرب في 10. فقال لي انا قاعد. فالكابتن الخطيب كان يستشير وكان يقتنع. قال فلوس مره تانية كان طالع يصور حاجه في اليونان واحنا مسافرين تاني يوم نطلع نلعب الفاينل بتاع كوتوكو. وشركه لبناني هي اللي واخدها يصور حاجه في اليونان الاستوديو في اليونان. وانا قاعده مكتب تنفيذي والكابتن الاستاذ رحمه الله عليه الكابتن كمال حافظ الخطيب وجه وطالب واحنا انا رايي نرفض لان مش معقوله انه يسافر وبعدين ما يلحقش الفريق. قلت له الفريق هيلعب ماتش امتى؟ قال لي لا ده لسه 5 ايام بس احنا هنروح بدري. قلت له طب لو قدر الخطيب يسافر ويلحق الفرقه بكره؟ قال لي وده ممكن. قلت له طبعا نشترط عليهم كده يحجزوا له من اليونان يطلع من اليونان على هناك. قال لي تعرف تعمل كده؟ بس اسمع بقى لازم تطلع معاه حضرتك عشان تبقى على مسؤوليتك اذا ما عرفوش يحجزوا له. قلت له ايه المشكله؟ ما انا خلي بالك سفرتي اليوم الواحد الغريبه دي اتكررت في حياتي كتير وبتنجزها ما شاء الله. لا يعني لا ومره في نيجيريا ومره في غانا ومره يعني مرتين في غانا. سفرتي اليوم الواحد الغريبه تقطع 11 ساعه سفر ولا بتاع. ايه اليونان دي ما كانتش لسه سافرت بقى يعني جت بعد كده غانا وكده. فطلعت الكابتن خطيب قلت له يا كابتن الناس اللي كلموك دول موجودين في مصر؟ قال لي قلت له خد لي منهم ميعاد هعمل محاوله كده معاهم ولو وافقوا ممكن تسافر. قال لي صحيح يا كابتن؟ قلت له خدنا ميعاد ورحنا الشيراتون يعني اسف فالاعلان اعلان ايه الناس كلها عارفه. فقابلنا الناس اللبنانيين كان لبنانيين تك 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 الشرط هتقطعوا لنا تذكرتين رايح جاي هنروح هنوصل كام؟ قالوا 2. قلت لهم التصوير الساعه كام؟ قالوا هنخليه 4. قلت لهم نخلص كام؟ قال لي 5 لـ 6. قلت لهم نكون في المطار 6:30. هتقدروا تعملوا كده ولا لا؟ تي 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 قال هنعمل كده. قلت له خلاص باسبوري هجيبه لكم وانا وهو طالعين مع بعض عشان اخده في ايدي وانا راجع اسلمه للفرقه هيسافر مع فرقته بقى. انتوا هتدوا له كام؟ بص لي الكابتن الخطيب كده قال احنا اتفقنا معاه. قلت له انا عايز اعرف انا راجل عضو مكتب تنفيذي في النادي الاهلي وعايز اعرف هتدوا له كام؟ قالوا لي 100 دولار. قلت لهم نعم الخطيب هتسفروه وسجلوا معاه ب 100 دولار؟ قالوا له هو موافق. قلت لهم احنا مش موافقين. انت عايز كام؟ قلت لهم 1000 دولار. كابتن خطيب يبص لي كده قلت لهم 1000 دولار. ها؟ قالوا 1000 دولار. ووافقوا. وسافرنا وسجلنا ها؟ ورجعنا في نفس اليوم. عايزين تعرفوا نتيجة مؤتمر الخطيب وشياكة الأهلي؟ مهندس عدلي جات له رسالة على التليفون بتاعه. اديها لي عشان أقراها لحضراتكم من عماد دربالة واحد من أصدقائه على الفيسبوك. الراجل بعت للمهندس عدلي بيقول له رغم كوني زملكاوي لكن الحقيقة بعد مؤتمر الكابتن محمود الخطيب امبارح ومقارنته بمؤتمر الزمالك فعلا الأهلي في حتة تانية خالص. المقارنة بين الناديين فيها فرق 27 دوري يعني الأهلي سابقنا ب 27 سنة وقناة تلفزيون وفروع للنادي وقريبا استاد كمان.
الحقيقة مش شايف سبب إن جمهور الأهلي يقارن نفسه بينا أو يزعل من كلامنا، ولا شايف إن أنا وأمثالي من الزملكاوية عندنا إمكانية المقارنة بالأهلي أساسا. كلمة حق كان لازم أقولها، ومستمر طبعا في زملكاويتي. ده عماد دربالة من أصدقاء المهندس عادل القيعي. عندما يجبرك احترامك لنفسك والنديك، عندما يجبر منافسوك الاعتراف بهذا الاحترام فيبادلوك الاحترام، ده دي الرسالة اللي قلت لك اقراها، فانت اصرت. انا كنت عايزك تقراها انت لنفسك، انت اصرت ان احنا نقولها على الهوى. هذا الاحترام انا عايز اتذكر العاب قوة ولا سباحة؟ مين سباحة؟ لا ده سباحة، استنى اتذكر الاسم. انا معظم اللي هنا عارفه علي كامل، ده كره طايره بقى. والد سامي علي كامل، بس هو كان بيكره معتقد ان سباح. والد وده ابراهيم امين بطل العالم التاريخي في السكواش. السكواش طبعا بطل عالم، بطل عالم مش هزار طبعا. طيب استنى، لو في كذا لقطه عشان نعرف الناس بالمكرمين. وكان في كابتن احمد زايد الجناح الصاروخي، والكابتن فاروق احمد الجارم. الجارم جارم مين؟ بطل العاب القوى، الخادم، الخادم احمد الخادم. احمد الخادم ده اكبر، ده الخادم ده انا هحكي لك انا. احمد الخادم ده كان مدرسي في المدرسه والله، في التربيه الرياضيه، ورجل حسنين بتاع السكواش، المهندس حسنين، سكرتير السكواش وبطل سكواش سابق. كمان قدمنا الكابتن سيد مصطفى قبل كده، وموجود استنى بس عايز، وكابتن طه اسماعيل، وكابتن طه الطوخي، وكابتن مروان كنفاني، وكابتن فاروق الدوزوي. ما تعرفش السعاده اللي كانت ده كابتن طه، هو عادت هو عايز يسلم عليها سعيد. كابتن طه، كابتن طه وهو كابتن ما بالك بقى وهو في تحت الاضواء باستمرار، ما بالك بناس ظنت ان الكل نسيهم. ادي الكابتن احمد زايد الاسمر اللي في النص ده، وعلى يمينه كابتن فاروق التركي، كابتن عزت ابو الروس، كابتن احمد، الدكتور احمد الخادم اهو، محمود الرشيدي العاب قوه، ايهاب اسماعيل باسكت بول، كابتن عزت ابو الروس، كابتن فاروق التركي. يا رب كنت ما تكملوا اجملكم بقى عشان اعرف الناس بيهم كلهم. طبعا كابتن مروان، كابتن فاروق الدزوي بعد كابتن مروان على طول. فمين يقول، مين يقول ان الناس دي ما كانتش سعيده؟ مين يقول ان الناس دي ما كانتش اولا السعاده تاتيك عندما تاتيك بغته ولا انت غير متوقع طبعا، وفي حياتك ان تكرم. ما اعظم هذه اللحظه معاه النسر الاهلي، مش هديه تقليديه. كان من المكرمين ولم يحضر، وذهب اليهم الكابتن الخطيب، كابتن عادل هيكل ربنا يديله الصحه، كابتن ميمي عبد الحميد ربنا يديله الصحه، اللي كان ينبغي ان ياتي الى النادي الاهلي لعل المانع خير، الكابتن عبد العزيز الشافعي البطل السباحه الفز، وسكرتير اللجنه الاولمبيه اهو كابتن طه طوخي ظهر امامنا. لا 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 افتكروا ناس كتير، وكان الكابتن شربين المفروض يكون موجود برضه ما جاش. عشان كده المؤتمر كان ليه هذا المردود، يعني زي صديقك اللي بعت لك، لكن بالتحول الكامل بقى، الدكتور عمرو ابن لو عبد الجابر احمد علي في اسوان. عمرو ده حقق المستحيل الذي لم اتوقعه، ابن قطب زملكاوي كبير لو عبد الجابر ربنا يديله الصحه وطول العمر. مش كده، لو عبد الجابر له ولدين، واحد زملكاوي عصام، واحد اهلاوي، واحد زملكاوي قح بس ولاده اهلاويه. وكان يعذبني في كل صفقه انتقال ويتخانق معايا على التليفون. فوجئت بيه. ايه كمل انت بقى. بتحول كامل، ويعلن عن انتقاله للاهلي واهلاويته الشديده،
ويقول اطلب مني اي حاجه. بالظبط. وبقى ايه انت يعني كان عندك حق طول عمرك، كان عايز يبقى عايز زي ما يكون عايز يغيظ اللي هو عبد الجابر في كل كلمه بيكتبها. الكابتن احمد زايد اهو، كابتن فاروق التركي اهو، طبعا قبلهم كابتن مروان، كابتن عزت ابو الروس، الكابتن ايهاب اسماعيل، كابتن محمود الرشيدي العاب قوه، كابتن الدكتور احمد الخادم العاب قوه، الدكتور احمد الخادم، احمد الخادم طبعا، الدكتور سيد مصطفى، الكابتن ابراهيم امين بطل العالم في السكواش. الحمد لله جات لنا فرصة ان احنا نستعرضهم جميعا، ودي زي ما كابتن الخطيب اكد في الحفل انه ده مجرد طبعا فئة اولى او المجموعة اللي سمح بها بتهيألي اللقطات دي لا تستحق الا زين النوادي بقى، لانه عمال يزن عليا. طيب فبما انه بيزن مع اكتمال الافراح زين النوادي، فوز الاهلي، تأهل الاهلي بفارق او بنتيجه 7-1 في المباراتين على منانا الجابوني، صعد الاهلي لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا زحفا وراء اللقب الكبير اللي الكابتن محمود الخطيب قال ده بيمثل بالنسبه لنا الهدف اللي جاي لكل منظومه النادي الاهلي، دوري ابطال افريقيا. القرعه ان شاء الله تعالى يوم الاربع فيها ال 16 نادي اللي تاهلوا، هيتقسموا الى 4 مجموعات في النظام الجديد للبطوله اللي تم تنفيذه من السنه الماضيه. على نحو سريع هقول لكم الانديه اللي هتتعمل بينها القرعه: الاهلي بطل مصر وكامبالا سيتي الاوغندي ومباني سوالز السوازيلندي والوداد البيضاوي المغربي وتاون شيب رولرز البوتسواني ومازيمبي الكونغولي واول اغسطس مع الانغولي مع جيلبرتو، الدفاع الحسن المغربي، حوريه الغيني، مولوديه الجزائر، وفاق سطيف الجزائر، النجم الساحلي من تونس والترجي من تونس، توجو بور بطل توجو، سان داونز الجنوب افريقي، وازيسكو يونايتد الزامبي. بطوله قويه جدا جدا، بطوله قويه فيها الترجي والنجم الساحلي وفاق سطيف والمولوديه والوداد والوداد والدفاع المغربي ومازيمبي، دول الانديه العربيه مع الاهلي، بالاضافه الى مازيمبي وسان داونز الجنوب افريقي. لا مرعبه، بطوله في دورها ال 16 في منتهى القوة. القرعة إن شاء الله يوم الأربع في مقر الاتحاد الأفريقي بعد غد. نتمنى بإذن الله أن الأهلي يكون في مجموعة تسمح له أن هو يكمل، وإن كان كل التركيز بإذن الله تعالى المنافسة الجادة القوية على أنا أحب المجاميع القوية عشان ما يبقاش في فرق حصالة وفرق تستنفر، لا تبقى مركز واللي عايز البطولة لازم يبقى بطل. والبطولة لزين النوادي. دمتم للأهل دائما. هذه الحلقة قبل ما تختم لابد أن يكون شعارها الأهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. رأينا جزءا حقيقيا يترجم عظمة الأهلي، مليء بالمبادرات نرجو أن نغتنمها، والأهلي فوق الجميع. تفضل. دمتم للأهل دائما، ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير مع زين النوادي. تحية وجلالا، تحية وجلالا، أيها النادي فأنت زين النوادي، حلية لله أيامك الغراء مشرقة، تزهى على جمع فيها واحد، سجلت فيها من الأمجاد مقهرة، عزت على كل أعزاز وإمجادي، عزت على كل أعزاز وإمجادي. Thank you.
خمسون عاما خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعادي فيه تلاقبا أم وذو رحم كما التقى فيه آباء بأحفادي عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة لساكني مصر بل للناطق الضالي تحية وجلالا أيها النادي فأنت زين النوادي حلية الناس